في الكمبيوتر، وقاعدين نرفعها في اليوتيوب، نرفعها في وفي الفيسبوك بتكون مبثوثه، فبالتالي بتتسجل في الفيسبوك طوالي. لكن ان احنا البرميشن مدينه لاي زول انه يسجل، يعني ما في مشكله. لا لا هسه هو طلب مننا البرميشن مناسبه، طلب مننا ريكويست برميشن كده. خليني اطلب برميشن. انا بحاول اعمل برميشن للجميع، لكن عامه انا مسجل من عندي هنا ده. وزي ما اقول لكم في بلاي ليست كامله لكل المحاضرات موجوده في اليوتيوب. لا لا ممتاز ايوه تمام. فعلى العموم ممكن تسجلوها بعدين، هسه انا بعمل تشيك للبرميشنز ان شاء الله لاحقا. احنا هسه بدينا البث بتاعنا في الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم الرابع من دوره مهارات التحليل الاحصائي مع دكتور اياس جعفر، مشكورا. وليك المايك يا دكتور، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان المشاركين الأعزاء، مرحب بكم مرة ثانية في دورتنا دي إن شاء الله. طبعا الشباب مفروض يكونوا جاهزين، عندنا نص ساعة هنقدم فيها برزنتيشن أو 35 دقيقة تقريبا، عشان ما نطول عليكم بعدين في السهرة بعد المحاضرة، عندنا محاضرة برضو مهمة الليلة. فطبعا المفروض يكون عندنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. المجموعة الأولى أنا رشحت فيها تقريبا مشاركين الاثنين هيقدموا، أعتقد طارق ومعه ناجية أيوة تمام. هنديكم أنتم يا طارق وناجية، هديكم ربع ساعة كويس ولا 20 دقيقة؟ والله ما أظن نحتاجها إلا مع الديسكشن. طيب نديكم 15 دقيقة، كل واحد يقدم 7 دقائق، يعني هي بس تريننج على العملية بتاعت المناقشة والتعامل مع الأرقام. في المجموعة الثانية جاهزين؟ مين الليدر؟ مين المجموعة الثانية؟ جروب 2 ما في زول؟ طيب البرزنتيشن طبعا في طلب جروب 3 في زول جاهز المجموعة؟ جروب 3 في وهبة. ايوه جروب 3 جاهزين ان شاء الله. اهلا يا وهبة. الله يكرمك. انا طبعا امبارح لغايه الساعه 10 صباحا زي ما قال ما نمت فوق الماك الاس بي اس اس للماك، فالحمد لله قدرت نزلت لغايته ونمت بعد 10 زي ما بقول. عدت المحاضره ثاني من الاول كلها. على السلامه. تمام. طيب الفكره كالاتي، هي زي طريقه المؤتمرات او طريقه المناقشه بتاعت الدرجات العلميه، يعني هي اقرب للمؤتمرات اكثر. كمان المشارك هيقدم البرزنتيشن تبعه، وندي فرصه مثلا دقيقتين للاسئله، والاجابات تكون موجزه ومختصره كويس، وكده بنكون خلصنا البرزنتيشن. عندنا طبعا برضو جروب ديسكشن 2 في البارت 2 اللي هنبدا فيه الليله ان شاء الله. فافتكر كده الناس واضح بالنسبه لها. لو في عنده سؤال ولا حاجه ممكن نساله. نبدا. طيب نبدا بالمجموعه الاولى ان شاء الله. طارق جاهز؟ جاهزين. طيب انا عايز الناس اللي قاعدين معانا كلهم يفتحوا المايك، يعني من الميوت يفتحوا المايك نسمع. كل الناس اللي حاضرين معانا يفتحوا المايك. ايوه. وعايز اسمع تحيه للمجموعه الاولى، طارق نجيب. موفقين ان شاء الله. عندنا حفله بدك تسال مالكم يا ماما. تفضل استاذ صارق. بالتوفيق يا طيب. شكرا. انا ما اعرف هبدا كيف، يعني حشير السكرين بتاعتي كيف. ايوه حتشير انت ملفك عادي هنا يظهر لنا كلنا. ايوه انا شير للسكرين.
ايوه عندك بالضبط يعني 7 دقائق، حاول اضبط زمنك برضه دي مهمه. ايوه الشيرنج ماشي كويس جاي تمام. طيب راح اخش افتح الفولدر. طيب يلا الناس اللي يقفلوا ميوت، بعد يقفلوا ميوت الميكروفونات لما نعمل تشويش. بعدين في كل مشارك لما يجي يقدم البرزنتيشن تبعه ممكن نديه تحيه برضه. ممتاز. اوكي. شغل محترم والله. طيب دل البرزنتيشن بتاعنا بتاع جروب 1 اللي راح نقدمه انا ونجيه. راح نديكم في البدايه. طبعا البرزنتيشن احنا قسمناه لجزئين، اللي هو في البدايه مسكنا الجزء بتاع المانجمنت للديتا ذاتها، وبعد ذاك ثاني الجزء بتاع الاناليسيس. انا حابدا بالجزء بتاع المانجمنت للديتا اللي هو مقسم لجزئين، الجزء الاول الحته بتاعت الفاريبلز ديفينيشن، والجزء الثاني بتاع الداتا انتري. بعد ذاك انا جيت بتجي خاشه بتعمل الاناليسيس. طيب بالنسبه الشغل بتاع الديتا مانجمنت في الاس بي اس اس، اول حاجه ببدا لي بانه بيكون عندي داتا رو انا مفرغه، اللي هو بدينا بالفايل اللي في الويرد اللي رسله لنا دكتور اياس. ده الفايل بتاعي بالشكل بتاعه الاولي. بعد ذاك نفس الفايل ده قمنا عملنا له كوبي في الاكسل، لانه الاكسل فيه مرونه اكثر وتقدر تتعامل معه بسهوله. اول حاجه عملناها قمنا شفنا النيمز بتاعت الفاريبلز عشان نتاكد انه النيمز دي اكثر من 8 ولا وزين ال 8 تمام، اللي استخدمنا الفانكشن بتاعت اللينكس. طيب مثلا هنا بلقى انه الايج فيه 3 كاركترز، لكن مثلا الادوكيشن فيه 9. فبعدين لما نجي انا اعرف الفاريبلز بتاعتي في النيم، اتاكد انه انا الادوكيشن اي ويل تريم 1 كاركتر، لانه الريكويرمنتس بتاعتي انه النيم ما يكون اكثر من 8. فدي اول خطوه عملناها عشان اقدر اعمل ديفينيشن للفاريبلز تمام لكل المتغيرات بتاعتي. بعد ذاك جيت هنا فتحت الاس بي اس اس وخشيت في الفاريبل فيو، عندي تو فيو، فاريبل فيو وداتا فيو. بالنسبه للفاريبل فيو بديت تو ديفاين المتغيرات بتاعتي. طيب في الديفينيشن اهم حاجه قلنا عندي النيم بتاع الفاريبل، اتاكد انه ما اكثر من 8 كاركتر. طبعا احنا هنا المفروض نمسك 3 متغيرات، لكن عملنا انترنج لكل الفاريبل سجلتنا في الفايل، عملنا لها ديفينيشن. بعد ذاك الحاجه المهمه الثانيه ليبل، لانه دي الحاجه اللي بتظهر لي في الاوتبوت النهائي. بعد ذاك عندي الفاليو. الفاليو اذا 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 الفاريبل نيوميريك اللي هو زي الايج ده ما بيحتاج انه انا اديه فاليو، هي دي اكشوالي دي فاليو ليبل. اما مثلا الفاريبلز اللي بتكون نومينال، سوري الفاليبل الكوانتيتيف ما محتاجه لفاليو، لكن الفاريبلز الكواليتيتيف وزر انها نومينال ولا اوردينال محتاجه لفاليوز عشان انا احولها من 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 ليبلز لفاليوز، لانه الاس بي اس اس بيتعامل لي مع ارقام. فمثلا عندي جندر اللي هو حيكون 1 ميل و2 فيميل مثلا. الكنتري مثلا 1 ليبيا، 2 سعودي عربيا، و3 اميريتس تمام. عرفنا المتغيرات بتاعتنا. بعد ذاك بجي الحاجه المهمه الثانيه الميجر، لازم احدد انه نوع المتغير ده هل هو سكيل ولا نومينال ولا اوردينال، لانه بعد ذاك نوع المتغير بيحدد لي التحليل اللي انا حاعمله. فمن البدايه اذا انا ما عرفت المتغيرات صح حيكون عندي مشكله بعدين في الاناليسيس تمام. فانا عندي المتغير الاول الايج هو ده الطبيعه بتاعته، سكيل، الجندر ده نومينال والكنتري نومينال، لكن مثلا عندي الاديوكيشن ده اوردينال، ده ترتيبي لانه السكندري من ناحيه بتاع التعليم اقل من اليونيفرسيتي، واليونيفرسيتي اقل من البوست جراديويت تمام. دي بالنسبه لي انا كده انتهيت من الخطوه الاولى بتاعت الفاريبلز ديفينيشن. بجي بعد ذلك الداتا انتري، متغيراتي بقت جاهزه المفروض انزلها في السيستم تمام. جيت راجع للاكسل بتاعي وعملت فايند ريبليس، يعني مثلا هنا بجي الكولم بتاع الجندر بقول له فايند مين ريبليس باي 1 حسب الفاليو اللي انا عرفتها هناك في المتغيرات، وكذلك فايند فيميل ريبليس باي 2
نفس الحكايه بالنسبه للكنتري وبالنسبه لكل المتغيرات اللي هي اوردينال ولا نومينال. اما المتغيرات الثانيه اللي هي الكوانتيتيف الايج والانكم والكونسومشن مينتينز ذا سيم. الحاجه دي بتسهل لي بعدين شنو، بس قمت عملتها جيت للداتا فيو فتحتها في الاس بي اس اس فعملت كوبي بيست. كوبي بيست ايوه اكسلنت، بقيت متغيراتي جاهزه. ايوه كوبي بيست ايوه تمام. بعد ذاك قمت جيت حولت الفيو بتاعي بدل فاليو لليبل في الاس بي اس اس ذاته. ايوه شوفها ايوه بقت معروضه عندي بالشكل ده. بعد ذاك جيت قارنتها بالاوريجينال رو ديتا بتاعتي في الفايل عشان اقدر اعمل تشيك تو ديتكت اذا في اي ايرور في الداتا انتري ولا غيره، لانه في النهايه تراش انت تراش اوت. وزي ما قال دكتور اياس امبارح دي مرات يعني البحوث بيخطوا فيها ريسورسز اكثر من الاناليسيس. يعني الناس اللي بيكونوا مسؤولين من الداتا كولكشن عددهم اقل من الناس اللي بيكونوا مسؤولين من التشيكينج للديتا عشان يتاكدوا انها خاليه من الاخطاء وكده. فبعدنا عملنا الكومباريزون دي تاكدنا انه المعلومات بتاعتنا سليمه، بعد دي بقت جاهزه للتحليل تمام. دي دي ده الجزء بتاعنا كده انتهى. بعد انا ناجيه ممكن تواصل. طيب اي مساء تفضل تفضل استاذ ناجيه تفضلي. في البدء السلام عليكم جميعا، مساء الخير. شكرا جزيلا لدكتور الياس ودكتور انور على هذا البرنامج. انا نجيه سليمان احمد، مختبرات طبيه في سلطنه عمان. مواصله لكلام اخونا طارق، هو خلص الجزء الخاص بالداتا انتري والليبل، فننتقل بعد كده للعمليه بتاعه الاناليسيس. جميل. طيب هعمل لكم شير سكرين. تقريبا طارق اقفل السكرين من عندك عشان انا اقدر اعمل سكرين من عندي. ايوه انا المفروض اقفل. okay. طيب اوكي okay. طيب انا عملت ستوب. ايوه اوكي okay. نجيه. ايوه نجيه سليمان احمد. طيب أنا هحاول أختصر عشان أدي فرصة لبقية الجروبات الثانية. طيب طارق شرح لكم العملية بتاعة الانترينج والعملية بتاعة الليبلينج بالنسبة للداتا اللي نحن الجزء الخاص بينا اللي هي عندنا الانكم وعندنا الإديوكيشن والكنتري. الانكم بيعتبر كوانتيتيف داتا، والكنتري والإديوكيشن بيعتبر كوانتيتيف داتا، فبالتالي هأستخدم أناليسيس معينة لكل واحد فيهم. طيب إذا بدينا بالخطوة الأولى اللي هي العملية بتاعت الانكم، فبعد ما حددت اللي هو طبعا عملية الليبل اوريدي انتم خلاص عرفتوها في انه ادينا مثلا للإديوكيشن والكنتري 1 2 3 اند سو اون زي ما شرح اخونا طارق، فانا هدخل طوالي في العملية بتاعت الاناليسيس. طيب إذا بدينا بالانكم عملنا ديسكريبتيف ستاتستيك، بعد ذاك مشينا ديسكريبتيف ما اخذنا فريكوانسي لانه انا شغاله مع كوانتيتيف داتا. طيب بعد ذلك تم إدخال الفاريابل المستعية اللي هو الليفل الانكم، عملت اوبشن وبعد ذلك عملت اوكي. طيب في الجدول بتاع الديسكريبتيف اوتبوت لو لاحظتوا عندنا الداتا ظهرت لنا، عندنا الستاتستيك اللي هو النمبر بتاع الداتا اللي هو كان 12 تقريبا، الرينج عندنا المينيمم وعندنا المينيمم والماكسيمم اللي هو القيمة الدنيا والعليا جاتنا تقريبا 2000 الدنيا والعليا جات 8600. المين بتاعنا جانا 5713. عندنا الستاتستيك ايرور وعندنا الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن اللي هو زي ما انتم عارفين زي ما تم شرحه امس اللي هو فرق الديفيجن بين كل فاريبل والثانيه. الستاندرد ايرور مقارنه مع الستاتستيك المين يعتبر نوعا ما اكسبتابل. تمام. ده بالنسبه للانكم. إذا مشينا للمتغير الثاني اللي هو عندنا الكوالتيتيف هيكون اللي هو الإديوكيشن. الإديوكيشن الإديوكيشن تم بـ 1 2 3 هناخد معاه الفريكونسي لأنه هو كوالتيتيف، وبعد ذاك هنمشي للشارت. طيب الإديوكيشن يعتبر هو أوردينال
فبالتالي هاخد معاه البار تشارت. بعد ما اعمل اختار التشارت بار تشارت بعدك باخد البرسنتج، هتظهر عندي الليفل بتاع الادوكيشن بالمراحل بتاعته المختلفه. ملاحظين باليونيفرسيتي سكندري بوست جراديات بنلقى النسبه العليا في اليونيفرسيتي. عندنا الفريكوانسي بيرسنتج فاليد بيرسنت كوالتيتيف بيرسنت. الفريكوانسي اللي هو التكرار، اذا عندنا السكندري كم فاريبل، اليونيفرسيتي كم فاريبل، البوست جراديويت كم فاريبل، التوتال بتاعهم بيعمل معانا 11. البيرسنت اللي هي النسبه المئويه، البيرسنت الفاليد بيرسنت اللي هي دي القيم من غير ما يكون عندي ميسنج في اي فاريبل. الاكيوميليتيف بيرسنت صراحه دي انا اول مره تلاقيني، لكن من الداتا القدامي اتوقع انه هي عمليه بتاعه جمع للجمع لكل البرسنت اللي قبلها، لانه لو لاحظنا البرسنت الاولى عندنا هي عامله 18.2. اذا عملناها اضفناها ل 63.6 حتديني 81، اذا اضفنا ال 81 لل 18 حتديني 100. فدي استنتاج ذاتي اتوقع انه هي دي الكوميوليتيف برسنت. لكن من ناحيه بتاعه statistical importance صراحه اهميه احصائيه، فدي ممكن دكتور الياس يشرح لكم لانه انا صراحه ما عندي عنها background. نفس الحكايه الليفل اوف education هيتطبق على الكنتري باعتبار انها هي برضه qualitative analysis، فلكن هنا ما حتكون عندنا البار chart، هناخد الباي chart لانه هي nominal، فبالتالي هيجينا التوزيع بتاع الكنتري نفس الفهم ونفس الفاليو. فمن خلال التوزيع بنلاحظ انه السعوديه هي واخده اكبر قدر من الجذب للعاملين. فبس ده كله كده باختصار، واعطي فرصه لبقيه المجموعات الثانيه. شكرا. طيب انا بس بشكر نجيه على العرض الممتاز. اذا في حاجه بسيطه ممكن نضيفها اللي هو بعد ذاك what is behind these numbers or percentages، يعني دي برضو اللي هو ده الكلام بتاع دكتور ياسين، المفروض نركز انه نشوف انه الداتا دي يعني what is it trying to tell us about the problems، كويس ال complete story شنو behind the figure دي. دي طبعا مرات بتختلف حسب الطبيعة بتاعت البحث بتاعك والأهداف بتاعته من البداية، انت دار تصل لشنو أصلا. بعد ذاك من خلالها بتجي بتنظر للداتا، بتشوف الداتا دي المشكلة بتاعتك اللي انت أتهاند هي قالت لك فيها شنو، وبناء عليها اللي هو بتجي بعد ذاك الريكومنديشن او الانترفنشن عشان انك انت تقدر تعالج الوضع. يعني مثلا لو جينا هسه مثلا لقينا انه معظم المغتربين موجودين في الامارات مثلا السودانيين، كويس نسبه كبيره جدا، او في السعوديه سوري، فدي مثلا احنا ممكن نجي نسال طيب هالناس دي هناك في السعوديه موجودين في لوكيشنز في مناطق، ده ممكن يكون فيرذر انفستيجيشن برضه، كويس. بعد ذاك ممكن نجي نشوف معظم الناس قاعدين يونيفرسيتيز وفي تباينات في الدخول، طيب الناس دخولهم لو دين هم منو وليه دخولهم لو، هل مكتب العمل هنا ممكن ينسق يشوف، يعني في حاجات كثيره بعد ذاك ممكن الناس تحليلات ممكن الناس يشوفوها يعني مجال لاسئله جديده. نعم المجال الان للاسئله فعلا. نعم بدي 5 دقائق كده الاسئله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عثمان عوض. سؤالي موجه للأستاذ طارق. أنت أستاذ طارق بس أثبتت أنه الأرض كروية، يعني تعبت نفسك أكثر من اللازم، مشيت للإكسل شيت، ونحن في زي ما معروفين يعني نحن في عصر السرعة، كان ممكن تلقي كثير من الخطوات. أول حاجة أنا حاب أشكرك في البداية، معلش ما شكرتك. شغلك ما شاء الله ممتاز جدا، نتائجك جميلة وطريقة عرضك ممتازة جدا، بس مشكلتي في السرعة. يعني انت اخذت زمن كثير جدا عشان تقدر تصل للنتائج دي، في حين انه نحن في زمن او عصر بتاع سرعه، كان من اول مره تستخدم برنامج طوال مباشره بدل تمشي ل فايند وريبليس في الاكسل شيت وبعدها كوبي وبيست وكده. شكرا. مشكور. ايما نحن اصلا بنتعلم نحاول نحسن ان شاء الله، وفيدباك بتاعك كويس جدا. خلاص انا ممكن ارد؟ ممكن ايوه. شكرا يا عثمان على المشاركه والسؤال.
الحقيقه طبعا هو العمليه اللي عملها اختصرت عليه زمن متعلق بعمليه ادخال البيانات، يعني بدل ما يدخل كله كيس لحاله في وقت محدد قام اختصر الزمن بالكوبي بيست. احيانا ممكن يكون عندك مناسبه فعلا بيانات كثيره جدا، يعني ممكن يكون عندك النمبر اوف كيسز مثلا بالذات في الكوشنير الالكتروني الجديد ده الحديث ممكن يكون عندك 1000 كيس مثلا كويس. فلو عندك حتى الورقي يعني حتى بالورقي هتحتاج تنزله زي ما هو كده خطوه بخطوه، لكن لو كان الكتروني الطريقه اللي عملها استاذ طارق دي هي اسلم. لو كان البيانات نازله الكترونيه في اكسل اللي هي العمليه بتاعه الريبليسنج للفاليوز وبعد كده يجي يعمل الفاليو ليبل في الاس بي اس ويعمل كوبي بيست او يعمل استدعاء للبرنامج امبورتنج او للفايل بتاعه في بتاع الاكسل وتصل عنده البيانات بنفس الصوره دي. فهو بالعكس العمليه دي انا بفتكر هي اختصرت الزمن اكثر من الطريقه التقليديه اللي انا دربتكم عليها. يعني هاي صحيح فعلا، بالذات حجم البيانات لما يكون كبير زي ما ذكرت فعاليته بتصغر اكثر. يعني مثلا لو عندك 1000 ميل كويس عملت طوالي فايند ريبليس انت كده اختصرت زمن، بعد ذاك بتيجي قصه الكوبي بيست. نعم. طيب في زول عنده سؤال ثاني ولا ملاحظه؟ شكرا يا عثمان برضو على مشاركتك ممتازه والله، استفسارك مهم ملاحظه مهمه يعني. حتى بعد ذاك لما جيت فرغت في الاكسل استخدمت البيفوت تيبل، يعني البيفوت تيبل بيسهل لك عشان تعرف الكاتيجوريز الليبلز شنو. مثلا في كانتريز ممكن يكون في 20 كانتري، فبالبيفوت تيبل طوالي بتجيبه بتكون الليسته بتاعت الكانتريز قاعده عندك، بتجي تعمل لها ليبلنج سريع فالشانس بتاع انك انت تمس ون كانتري تبقى فيري لو. فدي برضه عملتها لكن برضه ما ظهرت هنا يعني بشكل واضح. ايوه تمام. أنا بس عايزة أشير لأنه المرحلة اللي قام بيها دي بي في إحنا عندنا حاجة في عندنا حاجة اسمها اللي هي مشاريع البيج داتا أناليسيز اللي هي مشاريع كبيرة بيكون فيها بيانات كبيرة. المرحلة دي اسمها مرحلة البري بروسيسنج. أيوة. اللي هي مرحلة إعداد البيانات وترانسفورميشن بتاعها من شكل لشكل، يعني مرحلة مهمة جدا في أي بروجكت بتاع داتا داتا اناليسيس. فما فينا يعني نتجاوز او لانه ما هي شويه ريكورس يعني بندخلها مانيوال وكده، فبنحتاج فعلا لقوالب ثانيه زي اكسل برامج اخرى عشان نعد البيانات ونحولها الى اللي هو اس بي اس. الصوت لو سمحتي كده سامعني؟ سمعنا مداخلتك واضحه كويسه جدا والله ممتاز والله. طيب في دكتور عندي تعقيب بس صغيروني. اول حاجه عاوز اشكر الدكاتره على البرزنتيشن، احنا في نفس الجروب وكده. ناحيه الموضوع حق الاكسل برضه بيفيد الزول لو حصل اي كراش في الاس بي اس اس بتكون الداتا قاعده، يعني ما بضطر انه يقعد يعيد الشغل من الاول لانه الداتا اوريدي بتكون قاعده في الاكسل، ممكن يجيبها ثاني بسهوله. تمام صحيح. ساريه ها؟ السلام عليكم. نعم ساريه. ايوه تفضلي. انا امل. شكرا نجيه واستاذ طارق، عرض كويس جدا. بس عندي ملاحظه بالنسبه لاستخدام الاكسل والاس بي اس، هما تقريبا الالتيرناتيف لبعض. كمان الناس اللي بيهتموا بالاوتبوت او الشو، يعني النهايه الاكسل افضل انا شايفه في الالوان في ذات الصوره اللي بتطلع عليك من الاس بي اس تكون شويه ما ظري. الاكسل بيظبط الحاجات دي. شكرا لك. لكن انا متحيز والله يا امل، انا متحيز للبرنامج بتاعي، يعني ما بقبل الكلام ده والله. بالنسبه لشنو الاكسل؟ انا متحيز للاس بي اس يعني ما بقبل الكلام. لا والله نحن يعني بنجمل بنظبط الحاجات بالاكسل، مش شخصيا من طبعا الاكسل يعني احنا كريسيرشر يعني بصراحه يعني حته برضه مهمه ذكرتيها. كريسيرشر بنفتكر انه الاكسل ده it is not a scientific software، يعني هو عباره عن حاجه كومن او جنرال سوفت وير يعني بيستخدمه اي زول، لانه يعني المفاهيم الاحصائيه العلميه موجوده في الاس بي اس كويس. لو في اكسل موجوده بتكون موجوده مختصره وما عندها اي تعاريف ولا عندها، يعني مثلا في الاس بي اس تيتوريال لو دخلت فيه
بلقي يعرف لك الإحصائية هي شنو وتتحسب كيف ومعادلتها كيف وتكتشفها منو وتلقى الكلام ده فيها تمرجع وكذا. فحاجة ساينتيفيك لا لا بالنسبة للبايك والبار شارك دي يعني مرات نحن نمشي نلعب في 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 الصورة بتاعت الكتاب الحاجات الفيجواليز دي الحاجات الأصورة أيوة أنا بس دي النقطة اللي عايز أتكلم فيها عايز أتكلم فيها أيوة في الجراف في الريزلت أو البوت يعني الجراف عنده مزايا أكثر من الاس فيه مزايا يعني بس أي وطبعا الاكسل انت ممكن تستخدمه في المرحله الاولى اللي هي بتاعت البري بروسيسنج زي ما ذكرت الدكتوره مرحله السكرينينج الاول والكلينسينج للديتا لانه هو فليكسبل شديد بعد ذاك ممكن في الفاينل. لكن انا كان قبل فتره لقيتني ورقه بتتكلم عن انه فعلا تاكيد لكلام الدكتور ياس انه الاكسل مرات فيه اخطاء اذا استخدمته لموديلنج ستاتستيكال ديتا سوفيستيكيتد شويه والله انه بتلقى الفانكشناليتي قاعده في الاكسل لكن قد يكون ما كامله او فيها اخطاء ولا غيره لانه اصلا ما معد خصيصا لل يعني هو اوفيس بروجرام اي ففي حاجات قد تكون ميسنج. فانا كان لقيتني ورقه حتى بقارن بين نتائج اس بي اس اس ولا اساس تقريبا واكسل فبوري انه النتائج هنا ما الاكوريسي بتاعتها ما ما بنفس التحكيم العلمي للابحاث فلازم تحدد انت استخدمت يا السوفت وير. اذا انت قلت اكسل غالبا الابحاث المجلات العلميه يعني المحترمه ما بتقبل منك التحليل يعني اعتبارا انه اكسل ده برنامج عام يعني ما ساينتفك سوفت وير يعني او بروجرام. طيب حقيقه ثاني نشكر المجموعه الاولى ونحييهم ثاني شكرا استاذه نجيه بحيي الناس برضه شاركوا معنا في المناقشه والمشاركه. ندي فرصه للمجموعه وهبه لو جاهز ندي فرصه بس للمجموعه أيوة. ممكن المجموعه الثانيه تقدم لنا برزنتيشن حقها في الجروب ديسكشن 2 يعني هناخد هوم ورك 2 بعد ما اخلص الجزء حقنا هنبدا فيه ده ممكن المجموعه الثانيه ناجل شغله للمره الجايه ان شاء الله. الان ممكن مجموعه وهبه المجموعه الثالثه وهب الله مرحبا السلام عليكم بدلنا عليك وهبه يعني ايوه جميله ما في مشكله يعني عادي السلام ورحمه الله كثير بيقول وهبه وبيقول وهب وكده بس في ناس كده تعبيني وهاب برضو هي ما تحيي المجموعه الثالثه بقياده وهبه الله يكرمكم والله الصراحة إحنا ممكن يكون لما نقارن نفسنا بين ناس المجموعة الأولى ما شاء الله عليهم الناس بروفيشنال يعني أقعد أتمنى لسه أشوف عرضهم والله أكثر من كده. الحاجة الثانية أنا ما افتكرت إنه الموضوع المفروض يجي عن طريق PowerPoint وكده يعني formal presentation عشان كده تعافوا لينا يعني خصوصا إنه أنا طلبت من الناس دي إنه أنا اقدم هنا لانه كنت فرحان بال اس بي اس اس اللي نزلته للماك بتاعي عشان كده فعفولينا زي ما بيقولوا انا بس بجيب الداتا ذاتها زي ما نزلتها زي ما موجوده هسه هي في زي ما موجوده في الاس بي اس اس و تعذرونا زي ما بقولوا للقصور المره الجايه ان شاء الله الغرض من موضوع المشاركه يعني بس ما والله انا عشان كده طلبت من الجماعه دي انه اذا ما في واحد رشح نفسه للمجموعه الثالثه خلونا نقدم لكم انا يعني انا اللي قلت كده جزاك الله خيرا هلا تفضل عندك تقريبا 7 دقائق هاي انا بعمل سكرين عشان اليوم حندخل في عالم جديد في بعد ما تخلصوا فتحركت شوية يعني ممكن هذا الله نخلص بدري بإذن الله. بس الناس عم في طريقة أجل وهبه بتعمل في شيرين؟ اي بعمل في شيرين.
ظهرت حاجة في ال... لا ما ظهرت لنا حاجة لسه. أول حاجة أنت المايك بتاعك ميوت ولا فاتح؟ أيوة أيوة كده مظبوط كده مظبوط صحيح؟ طيب ما أعرف فول سكرين واضحة ولا أكبر واضحة واضحة طيب نحن أصلاً كان يطلب مننا نعمل ثلاثة حاجات في الورقة الأولى اللي اترفعت بتاعت البي دي إف أنا شفتهم حالتين شفت الجندر واللي هو متغيرين زي ما بيقولوا الجندر والكونسومشن فالشباب نبهوني ما قصروا انه المفروض برضو نحن نعمل استاتستيك لل ل which country our people migrate to so this is our result we have 11 people of the Sudanese abroad so we have tested all of them and regarding the gender, 9 of them are male and 2 of them are females. And this is the usual, as we know, the male who are those who are taking the القوامة زي ما قلت بالضبط كده. The majority are male, 2 of them are females, could be workers or could be just family members. And this is our chart. Yes. So 81% to 18%, or 89 to 18, male to female ratio. So the majority are male. Okay. Regarding the type. And this is the country which they migrate to. Also the majority in Saudi Arabia. And this is because Saudi Arabia, it is one of the big countries. And it is one of the, زي ما بقولوا, الوجهات الأولى يعني للناس إنه هاجروا ويشتغلوا فيها وكده. الجزء الأكبر الثاني ل دولة الإمارات و about 10% في ليبيا موجودين. طيب we have tested also the and the all of these are nominal variables. Regarding the consumption. Yeah, this is the data for the consumption, and also we have took the 11 people which we have tested, and the minimum range of consumption is 1400, and the maximum is 6200, so 6200, and the range is 4800. The mean is 4500 and the standard error is 410 and the standard deviation is about 1300. So that's why we because this is a descriptive statistics, that's why we didn't put it in a chart. Yes. So this is our results for that. If there's any questions or if there is any data which is not matching. What do you think about by the mean of consumption is 4,522? For me it is near the maximum statistics. So, and if we compare it
if we need to take the consumption as a measure, we need to compare it with the income, so that we know how. Yeah. So because we are not the one who checked the income, could be the group in two, so that it will give us a clear picture about the amount which will consume in relate to the income. And question, أخوانا أي زول عنده سؤال أو مداخلة أو ملاحظة أو المجموعة؟ السلام عليكم يا دكتور، أنا عندي مداخلة لو سمحت. مرحبا، تفضلي. أنا عايزة أسأل عن الستاندر إيرور لما يكون كبير، معناه إنت شرحتها مبارح بس بصراحة لسه ما واضحة لي. يعني الستاندر إيرور لما يكون very big معناها شنو بالنسبة للسامبل، ولما يكون very small معناها شنو، how can we interpret it يعني. أوكي. سؤال طبعا ما لي أنا صح؟ لوهب الله يعني. هو لو لوهب الله واحد جاوبه أنت كلامك كبار علينا. طيب في مقارنة تاني، يعني أنا ما أعرف قبل في بعض الشباب اللي هو في جروبنا نحنا الستاندر إيرور ما كان 410، كان 4.1 or something like that. I don't know if it is just I'm the one who is right or I misput some of the inputs in this one. I don't know if you have checked it, Dr. Iyas. اوكي طيب، عموما يعني طبعا الستاندر ايرور زي ما شرحنا قبل كده هو بيديك مؤشر لمقدار الايرور الموجود في الاستيميشن فاليو اللي انت عملته او الاستيميشن ستاتستيك. طيب طبعا الموضوع بتاع الستاندر ايرور وتقارنه مع المين او مع الستاتستيك بتاع، طبعا في النهايه تطورت المساله دي، بدل ما انت تعمل مقارنه مطلقه بينه، يعني مثلا بدل ما اقارن بين 4522 اقارنها مع 410، فممكن تحول الستاتستكس ده سوري الستاندر ايرور ممكن تحوله لبي فاليو probability فاليو كويس، وبالتالي بتقدر من خلاله هسه اليوم حنشوف حنحوله كيف للبروبابيلتي فاليو كويس. ايوه الطريقه الحديثه انه احنا نحوله للبروبابيلتي فاليو على اساس نقدر نقول والله المين ده is representative to population. يعني انا ممكن اعمم على شنو البوبوليشن او ممكن ما اعمم على كويس. ديفينتلي يعني قبل كده احنا كتبنا معادله كده بسيطه واثبتنا فيها في المحاضره قبل الفاتت انه كل ما كان الستاندر ايرور ده هاي كل ما الريبريزنتيشن بتاع المين او الاستاتستكس بتاعنا بيبقى بعيد من ال البوبوليشن مين او بوبوليشن باراميتر، وبالتالي ما حنقدر نعتمد عليه. وباي باي باي ذا بوك يعني انت في الحاله دي بتقول بحسب الفهم بتاع الهايبوثيسيسين بتقول انت بتقبل في فرض العدم هنا، وبالتالي ما حتعتمد الاحصائيه دي. الطريقه الممكن التقليديه انا احولها لك ناس بطريقه بسيطه جدا. الطريقه التقليديه دي اللي هي مربوطه بقيمه البي فاليو ممكن احولها بطريقه بسيطه جدا. يعني لو قسمت الاستاتستيك بتاعك على اثنين، if you are dividing الاستاتستيك اللي هو المين استاتستيك over two and if it is greater than the standard error that means your mean is what is representative. اوكي انا معلش يعني اذا كان قسمت المين ده على اثنين لقيته اقل من الستاندر ايرور معناها الستاتستيك بتاعك ده ما ريبريزنتيف. طبعا طيب دي طريقه برضو يعني هي مو الطريقه العلميه المستخدمه الان، لكن بدل عنها مستخدم البي فاليو في تحديد هذه المساله يعني. ايوه كلامك جميل، وانا ارجع لسؤالك اللي سالتني لي اول، لانه ممكن اكون قبل ما فهمته بالصوره المطلوبه، انه الستاتستيك المين بتاعي ده ايش رايك فيه انه هو 4500؟ هو تو فار فروم ذا مينيمم ستاتستيك ويتش از 1400، وعشان كده ما ريبريزنت ويل ال الداتا بتاعتنا. ف طيب المينيمم ما فهمت كلام، المينيمم حقك هنا كم؟ 1400 1400 ايوه لا الرينج قصدك 4800 الرينج 4800
ايوه والمينيمم 1400 المينيمم 1400 والماكسيمم والماكسيمم 6200 طيب 6200 فانا شايف انه المين بتاعنا is too far from the minimum ودي تخيل لي واحدة من مشاكل المين in general يعني هو ما represent ال real mean of the statistic ولا صح. يعني صح. هو بتأثر بالقيم الشاذة فعلا يعني إذا في أي out of سموها شنو out of out of extreme values extreme values أو عندها اسم تاني يا هو سموها outliers outliers أيوة outliers اللي هو ده نحن بنعتبره هنا اسم المينيمم ستاتستيك ده باعتباره اوتلاير لما نجي نقارنه بالمين بتاعنا وطبعا في اختبارات للاوتلايرز دي يعني لو عايز تشوف الداتا بتاعتك فيها اوتلايرز يعني في اختبارات معروفه وكده ممكن تستخدمها يعني لكن طبعا ال 1400 ما بتعتبر يعني قيمه شاذه بالنسبه لل 48 لل 4500 يعني مثلا لو كان مثلا فور اكزامبل يعني مثلا بدل 1400 كان مثلا 40 ريال 40 هي استوفا لو كانت 40 بتكون اوتلاير صحيح او بتكون قيمه شاذه يعني لكن هنا اسم ما فيها ما تعتبر قيمه شاذه بعدين انت ممكن الستاندرد ديفيشن برضه يوريك هل في فاريشن في الداتا بتاعتك دي ولا ستاندرد ديفيشن يعني هنا الفاريشن او الديفرنس في الديفرنس في الكونسومشن بين كل مستهلك وكل مغترب والثاني تقريبا 1359 دولار مثلا فهي يعني ما حاجه ما فرق كبير صح هاي ما فرق كبير ما فرق كبير ما في تباين كبير في الدخول ستاندرد ديفيشن يعني. اصلا هو ما شو ما صغير يعني عشان يعني ما في تباين كبير في الكونسومشن تمام دكتور عمر طيب في ناس قالوا دارين يخشوا عايزين منتظرين يفسر في الجروب دكتور عمر ايوه نعم شايف في ناس قالوا دارين يخشوا منتظرين لا دخلوا ما في زول برا طيب في سؤال ثاني ولا نبدا يا اخوانا السلام عليكم نعم تفضلي ريم حسن عبد الله انا في الجروب الثالث بس انا كان عندي برضو تعليق بسيط كده عن الكونسومشن يعني احنا باعتبار انه الكونسومشن لما نقارنه بالانكم فهو باعتباره عالي لحد مغترب يعني ف يعني بما انه انا اغتربت وسافرت وكده المفروض على الاقل يعني اقدر اوفر at least يعني half of my salary يعني فهو لما في عندي الماكسيمم ستاتستيك في الانكم اللي هو الماكسيمم 8600 وفي الـ consumption 6200 فهو الـ difference بيكون about 2400 يعني I guess it's low دي واحدة من الحاجات اللي أنا راح أستغرب ممتاز ممتاز طيب الـ difference ده بيعتبر شنو طيب رأيك انت الـ difference ما هو باعتباره يعني ما هو انا قارنته مثل الانكم بال 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 بالكونسومشن بتاعي والفرق بيناتهم المفروض يكون يعني على الاقل كونسومشن اقل هو بيمثل شنو يعني الفرق ده الفرق بيمثل شنو الفرق بين الانكم والكونسومشن يعني بيمثل شنو سيفنج ده الاوفر بتاعي والحاجه اللي انا المفروض اوفرها ايوه يعني حي المصطلح ستاتستيك معلش سؤال سؤال بجنب انت قاعده وين يا مريم؟ انا قاعده في مصر شغاله ولا ما شغاله؟ بعمل دكتوراه في مصر لا بعمل دكتوراه اصلا محاضر في جامعه كردفان مختبرات طبيه يا ريم شنو؟ ممتاز ممتاز انا مختبرات طبيه محاضر خلاص نشكر جدا الناس اللي شاركوا معنا و تحية برضو لوهب الله
دكتور يا عبد الله، شكرا كثير جدا على مشاركة متواضعة يعني قبلوها كل الناس شاركوا مشاركات ممتازة جدا والله. الواحد كان يعني يتمنى انه يستمر في البرزنتيشن زي انا والله فعلا لاحظوا لحاجات مهمة جدا ذكرتوا اشياء كثير احنا ما ذكرناها حتى في المحاضرة يعني. لكن عشان بس وقت الدورة طبعا مضغوط يعني وبنركز فيها على الحاجات المهمة يعني ممكن نبدا محاضرتنا ان شاء الله لو قبل سحب الشير بتاعه. ايوه دقيقه اسحب الشير، وقبل ما اسحب الشير زي ما بقولوا بس دايرت كومنت على لانه شايف انه قلتوا حتعملوا دوره متقدمه برضو، فيا ريت بنهايه هذه الدوره كده ورونا ان شاء الله ما اذا كان في اي بلان وكيف حتبدا نحن بنشوف انت كملوا معايا الدوره البسيطه دي الاساسيه دي وبعدين بشوف غيّم الحاجة في النهاية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نقدم حاجة كويسة بإذن الله. العلم ده دائما الواحد بيطمع يعني، فهمت علي؟ فعشان كده قلنا نشوف من الساعة عشان نرتب جدولنا وحاجات. لا لا جد أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله على استعداد بذلك إن شاء الله. الله يكرمكم يا أخي. إن شاء الله بس بعد يعني خلص بالذات محاضرة الليلة مهمة جدا لأنها بتفتح لنا باب جديد في الستاتستكس. حنبدأ نتكلم بلغات تانية، بلغات البحث العلمي المتقدم، البحث العلمي بيرتقي بمستواكم يعني. ايوه نحتاج للاس بي اس اس يعني اواصل لا 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 كلام ليله نظري بس كلام نظري ليله عندنا ونسه كده ونسه ودردشه وكسرسايسز وحاجات كثيره حنعملها مع بعض. يمكن حنشتغل معاكم زي ساعه ونص بس. الجداول اللي رسلتها لكم امبارح يا ريت تكون قدامكم وكانت مطبوعه او قدامك في الموبايل شاشه الموبايل او قدامك في شاشه الكمبيوتر. الجداول دي انا هشتغل على اكسرسايزز كثيره يعني. انا هتكلم عن حاجه مهمه في الريسيرشز طبعا دي فيها اللي هي بي فاليو، والان حتى العلماء الان بدوا يتكلموا ويجادلوا في نفسهم وفي الابحاث العلميه بيقولوا احنا ما نستخدمها اصلا. حتى في ناس بدوا يعارضوا استخدام البي فاليو لان هي طبعا مستخدمه لها فتره طويله من الزمن والابحاث كلها بقت تعتمد عليها يعني. هنشوف هي اصلها شنو جات من وين وكيف يعني. هنمسك الستوري بتاعتها من الاول لحد ما نخلصها في الاخر ونجي على البي فاليو. طيب فعايزكم بس يعني معلش النعسان يشرب لي قهوه وما عنده نومه ينوم علينا شويه كده نعسان يعني. طيب طبعا ده باعتبار انه الجزء الثاني من الدوره الكورس بتاعنا ده الجزء الثاني. طيب هنتكلم عن البي فاليو وحتشيلها معانا في الهايبوثيسيس. اوكي اوكي سوس انا بزي امشي. خلاص اعمل ميوت للحاجات. حيكون عندي اسئله بقدمها لكم اثناء انا ما بشرح. يعني اثناء ما بشرح انا بسالكم اسئله واتمنى الناس كلها تشارك يعني حتى الناس اللي قبل كده ما شاركت نسمع اصواتها يعني. لانه في اسماء انا شفتها في الجروب على الواتساب لكن هنا ما قاعد اسمعهم يعني ما قاعد اسمع صوتهم يعني. اتمنى كل الناس يشاركوا معنا يعني. اسئله بتكون بسيطه وسهله وكده. طيب طبعا موضوع التوزيعات الاحتماليه اللي هي البروبابيلتي ديستريبيوشن دي من الموضوعات المهمه جدا في الاستاد. يعني التوزيعات الاحتمالية مهمة جدا في التحليل الإحصائي، في نفس الوقت فيها تعقيد شوية يعني في معقدة. الفكرة كلها بتاعت الاختبارات الإحصائية قائمة على شنو؟ يعني أنت لو عايز تعمل اختبار إحصائي كويس محتاج تجيب لك توزيع بحاكي الظاهرة بتاعتك أو يحاكي البيانات حقت الظاهرة. ايوه الشير للان الشير. ايوه طيب طيب كده الشير واضح مش كده؟ واضح كده واضح. معلش ايوه واضح. هذا قديم يعني عم بتنقو كده التكنولوجيا دي جديدة عليها. طيب
طبعا معانا ناس سبيستون كتير هنا صح؟ وهبا انت سبيستون صح؟ قلت شنو؟ خلاص طيب نكمل. قلنا يا شباب عايزين نشوف التوزيعات الاحتمالية، مبدأ بالفكرة بتاعت التوزيعات الاحتمالية دي. الفكرة بتاعت التوزيعات الاحتمالية والبروبابيليتي ديستريبيوشنز دي، يعني انت عشان يعني تحلل ظاهرة معينة او تغيرات في ظاهرة معينة، محتاج تشوف التوزيع بتاع بيانات الظاهرة توزيعها كيف. يعني مثلا هسه الكورونا دي انتشاره بياخذ البيل شيب صح؟ لاحظوا ليه؟ لاحظوا الكورونا مثلا التوزيع بتاع التوزيع والانتشار بتاع مع الزمن بياخذ شكل بيل شيب كده. في الاول او في الفتره الاولى من ظهوره بتكون الحالات قليله، لما تجي في نص الفتره بتكون الحالات في الذروه، بعدها لما تبدا الظاهره تنتفي يعني او تنتهي بتبدا الحالات تقل وبتاخذ شكل الجرس كده. ففي ظواهر كثيره، كله في ظواهر كثيره عندها اشكال، يعني شكل البيانات فيها يختلف من الثاني. يعني مثلا في ظواهر توزيعها، في واحد اسمه بواسون قال والله البيانات دي شكلها بتاخذ شكل معين كده، يعني جراف عامل كده داون وورس من فوق من اعلى لاسفل، او كاي سكوير ات ذا سيم. وبالتالي قاموا يعني كل ما تلقى ظاهره وبيانات عندها شكل معين بتقوم انت تسميها، بتديها توزيع، تعمل لها معادله وتقوم شنو من المعادله دي تبدا تشتغل الشغل بتاع التحليل الاحصائي بتاعك. طيب طبعا هي بشكل عام البيانات زي ما قلنا البيانات الكميه الكوانتيتيف فيها الكونتينوس فاريبلز اللي هي البيانات المتصله مستمره، وفيها النوع الثاني البيانات المتقطعه المنفصله. البيانات المنفصله لقوا فيها التوزيعات الاساسيه المعتمد عليها اللي هي توزيع بواسون، وفيها الباينوميا اللي هو توزيع ذو الحدين، وتوزيع كاي. اما البيانات اللي بتكون كونتينوس مستمره، بتكون مستمره دي فيها توزيعات، فيها توزيع اسمه توزيع زيت او توزيع طبيعي نورمال ديستريبيوشن، فيها توزيع تي تي ديستريبيوشن، وفيها توزيع فيشر اللي هو توزيع اف. طيب احنا عشان نفهم، حتى لو فهمنا التوزيع الطبيعي اللي هو الزيت ديستريبيوشن ده، بنقدر نفهم كل التوزيعات الثانيه. كويس، احنا هنمسك الستوري بتاعت النورمال ديستريبيوشن ونشوف فكرته جات كيف وهي عباره عن شنو. طبعا هنا مش كون، يعني حاجه ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الارض موجوده. وبالتالي يا دكتور دقيقه، التوزيع اللي احنا هنمسكه عليه ونجيب يا شنو التوزيع اللي احنا هنمسكه عليه ونجيب كل التفاصيل، هو يا التوزيع الطبيعي نورمال ديستريبيوشن. ايوه اوكي ايوه، لانه الحاجه اللي هنوصل لها في النهايه فيه موجوده في كل التوزيعات. وطبعا النورمال ديستريبيوشن حتى قديم جدا، يعني من قبل 300 سنه او زياده، يعني بدري اكثر من 300 سنه كمان. طيب التوزيع الطبيعي باعتباره انه توزيع للبيانات المستمره او البيانات المتصله. طيب هو طبعا البيانات المتصله دي اللي هي بعدين بنستخدم معاها حاجه اسمها البارامتريك ستاتستكس، والبيانات المنفصله الديسكريت او المتقطعه بنستخدم معاها بعدين النون بارامتريك ستاتستكس. يعني دي طلعوا لها احصائيات براها ودي عندها احصائيات براها. هبدا معاكم في التوزيع الطبيعي، وهنشوف فكره التوزيع الطبيعي اللي هو زي ما قدامنا كده. ده التوزيع الطبيعي. التوزيع الطبيعي قائم على شنو؟ على انه اي ظاهره، اي ظاهره طبيعيه يعني وبياناتها المتغير بتاعها كونتينوس لقوها بتاخذ الشكل ده، بتاخذ الشكل ده، المتغير بتاع كونتينوس بتاخد الشكل ده. يعني مثلا لو عندك انت اختبار عملته للطلاب في كلاس، وبعدين طبعا بتخد الدرجات من 100 ل 0 مش كده؟ عايزكم انا تكونوا مركزين معايا عشان ابدا اسالكم اسئله هنبني عليها الشغل بتاعنا.
هكون من 0 ل 100 على درجه 100 صح؟ ايوه. واقل درجه 0. طب نفترض انه الكولوم ده العمود ده عباره عن العمود ده بمثل لنا التكرارات الفريكوانسيز بتاعت او عدد الطلاب في كل درجه. يعني عدد الطلاب بمثل لنا العمود ده على الطلاب. يعني مثلا افترض هنا الرقم هنا 1 2 3 وانت ماشي. طيب عدد الطلاب اللي جايبين 100 درجه يكون عددهم كم؟ صفر. صفر ممكن. صفر اللي هو على المحور ده يعني. أو واحد. 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 كويس أو واحد. خمسة. 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 جميل كويس. قليل جدا. يعني العدد قليل. عدد قليل يا سلام. أنت منو؟ ميمون عبد الرحيم. يا سلام. قبلها في ظل برضه قال. من واحد مدفونة هنا والله. ميمونة أنت قلت مدفونة. طيب. السؤال الجاي بيعتمد على الاول لكن لاحظوا معي. طيب الطلاب اللي ممكن يكون جايبين 80 درجه كم عددهم؟ 25. طيب يعني مثلا 20. طيب طيب 80 درجه 80 درجه هنا كم عددهم؟ شويه. ايوه اكثر شويه. اكثر شويه أكثر من 20 ممكن حوالي 40% أكثر من عدد الطلاب الأحرز الدرجة 100. يا الله عليك يا عثمان. أنت عثمان؟ أيوه نعم صحيح. دي الإجابة الدقيقة. أكثر من عدد الطلاب الجاوا أكثر من عدد الطلاب الجاوا 100. طيب وهكذا لو جبت لك الطلاب اللي جابوا 60 درجه اديك اجابه ثانيه. طيب قول ايوه. اكثر من عدد الطلاب اجابوا 100 واقل من عدد الطلاب اجابوا 70 60. طيب حتى والجابوا 70 درجه يكون اكثر من عدد الطلاب اللي جابوا كم؟ 80. 80 ايوه. طيب وجابوا 50 50% معظما. ايوه يا سلام عليك. انا عايز كلمه معظم دي يا هاجر شاطره. لكن لو كلهم معظمهم جابوا 50 معناه الصف ده بليد فيعني مفترض يكونوا اكثر من 50 اغلب الطلبه. ايوه لا يا شيخ دقيقه يا اخوانا في مشكله. المتوسط في الوضع الطبيعي بيكون هو الماجوريتي بتاع الظاهره طبعا هي في النهايه بتاع الظاهره موجود في المتوسط. طيب ده الوضع الطبيعي ركزوا معي في الحته دي. طيب وبالتالي يعني مثلا لو كان الصوره معكوسه مثلا لو كان الطلاب اللي جابوا 60 كويس كان عددهم اقل من اللي جابوا 80 ده وضع طبيعي؟ لا طبيعي. غير طبيعي. طيب اذا الوضع الطبيعي بالصوره اللي احنا ذكرناها قبل شويه دي كل ما كان المقتربه الى المتوسط كل ما زاد عدد الظاهره وتكرار الظاهره والعكس صحيح من هنا. طبعا الطلاب اللي جايبين اقل درجه صفر مثلا بيكون برضو عددهم قليل كل ما انت اقتربت للمتوسط يكون العدد كبير اكبر. ايوه يا دكتور لو سمحت. ايوه بسمع معلش في بعض الزملاء في مايكات فاتحه شويه بتقلل التركيز يعني فعذرا يعني. طيب بس شباب يعني بس اقفلوا المايك اعملوا ميوت للمايك لما نسال سؤال افتحوا المايك واقفلوه ثاني بس ده مطلوب منكم يعني. طيب الظاهره دي لما الشكل ده لما يجي كده هو الظواهر الطبيعيه. طبعا الظواهر يا اخواننا سبحان الله يعني الظواهر الكميه البيانات المتصله كلها بتاخد الشكل ده. فقام في واحد احصائي اسمه جاوس قال نحن ما ممكن نستفيد من الشكل الهندسي ده عشان نعمل حسابات احصائيه. كيف؟ قال اذا انا بقدر اعرف
فريكوانسي بتاعي انه الميجوريتي بتكون في المين، واقل قيمه او اقل او اعلى قيمه عندها اقل فريكوانسي، واقل قيمه عندها اقل فريكوانسي، ممكن اقدر اعرف البروبابيليتي او الاريا اندر ذا كيرف، اقدر اعرف المساحه او البروبابيليتي بتاعت الظاهره، اقدر اعرف البروبابيليتي بتاع شنو تحت الظاهره. يعني مثلا اسي بالنسبه للطلاب هنا، بالنسبه للطلاب انا ممكن اسالك اقول لك الطلاب اللي جابوا 50 درجه واكثر، اكثر من 50 درجه كم نسبتهم؟ تقدر تعرفها صح؟ نقدر نعرفها اكثر من 50؟ اي اكثر من 50 درجه كيف؟ كم نسبتهم او احتمالهم كم في المية؟ 30%. 30%. 50%. 50%. 50. 50. 50. ليه؟ لانه الميجوريتي عندك موجودة في القمة كويس؟ والظاهرة طبيعية، بالتالي المتوسط اذا كان في القمة يعني كان اعلى قيمة معناها الجراف مقسوم على جانبين نصين، نصين متساويين. بالتالي احتمال المساحة تحت المنحنى هنا اليمين اللي هي أكبر من المتوسط بتكون 50%، و اللي بتكون أقل من المتوسط أيضا 50%. إذا كان طلع خصائص كثيرة للجراف ده سماه normal distribution. ليه normal distribution؟ لأنه ده وضع طبيعي. Otherwise بيكون الوضع غير طبيعي، يعني لو حصل تغير في أي صورة من الصور للشكل ده بيبقى الوضع غير طبيعي. يعني بيتكلم عن normality معناها شكلها كده. وبالتالي انا بقدر اعرف من خلال النورمال ديستريبيوشن اقدر اعرف النسب، اقدر اعرف البروبابيلتيز، اقدر اعرف والله مثلا بالنسبه للكورونا هنا مثلا اقدر اعرف ممكن اسقط لاين كده كويس، واذا كان هنا اللاين مثلا الافق ده بمثليه التاريخ، مثليه التاريخ الايام مثلا على الايام، ممكن اقدر اعرف البروبابيلتي بتاع وجود حالات كورونا بعد تاريخ معين. يعني ممكن اسقط لاين كده خط كده اقول مثلا ده تاريخ مثلا 10 مايو كويس، يبقى اقدر اشوف المساحه بعد 10 مايو دي بتمثل كم في المية. او لو التاريخ ده مثلا ده مثلا التاريخ ده بيمثل لي مثلا 15 ابريل، اذا كانت قيمه المرض في 15 ابريل معناها 50% من الحالات المضت، معناها باقي 50% من الحالات حتصهر بعد الفترة دي بعد يوم 15 أبريل. يبقى معناها أنا ممكن من خلال النور كيرف أقدر أعرف شنو، أقدر أعرف الظواهر وأحسبها. سؤال هنا. أيوة ما تسألنا على الكورونا. تفضل. لا تفضل تفضل. أنا أي سؤال عندك أي سؤال أسأل. أنا طريقتي إنه المايك مفتوح للناس، اي سؤال عندك في الاستاتستيك في الحياه اللي نتكلم عنها اساله، ان شاء الله بس يكون في الموضوع. يعني تمام اوكي في الموضوع. اصلا لو اخذنا الكورونا اكزامبل، يعني 50% قبل التاريخ المعين و 50% بعد التاريخ المعين، السنتر بوينت دي حتكون عدد الحالات تاريخ حقيقي صح؟ ايوه تمام. ايوه يعني مثلا ما هي مثلا انت هي فانكشن، طبعا بعدين بيتكلم عن الفانكشن دي ذاتها بتتحمل كيف، تتحسب كيف الفانكشن عندها معادله، يعني اوريك ليها بعدين هتكلم فيها. بس هي انا بقصد انا اخذت مثال افترضت انه هنا مثلا قمه الحالات في الدوله دي هي كانت يوم مثلا 15 ابريل، طبعا هو ممكن يحصل سكوينس طبعا للجراف كويس، يعني ممكن يحصل التواء او يحصل الانحناء له او يحصل تفلطح، يعني ممكن يقطص لتحت او يطلع لفوق كويس. لكن الوضع الطبيعي انه في الوضع الطبيعي انه مثلا يعني اذا مثلا انت حددت الفتره بتاعتها 15 ابريل هنا، معناه انت حتشوف الحالات حقتك قبل 15 ابريل كم كان حاله، كم حاله كانت مثلا كان عندك 2000 حاله، توقع تماما انه بعد 15 ابريل لحد ما تنتهي الظاهره حيكون عندك 2000 حاله. التفسير كويس، ده التفسير كده. اذا اثبتت شنو، اذا اثبتت انه المين بتاعك هو 15 ابريل، متوسط الفتره بتاعتك هي 15 ابريل، اذا قلت تثبت الحاجه دي طبعا هي بتديك برضه بلس ان ماينس فيو ايرور، يعني لانه
equation فيها يكون فيها margin of error يعني. طيب الفكرة إنه شنو هو النورمال ديستريبيوشن ده؟ جاوس ده قال نحنا خلاص ممكن نستفيد من الشكل بتاع الجراف ده ونحسب الاحتمالات. أنا حديكم بس إكسرسايز على الحياة دي. طيب نحسب الاحتمالات كيف؟ يعني أنا ممكن أقدر أحسب الاحتمال وسميه area under the curve. هيس؟ اللي هو النورمال كيرف بيكون شكله كده. عنده خصائص بيكون سيمتريك. كويس؟ بيكون سيمتريك بيكون الاريا المساحة تحت المنحنى بتساوي واحد صحيح. كويس؟ المساحة تحت المنحنى بيكون بتساوي واحد صحيح. والمساحة يمين المتوسط بتكون 0.5 ويسار المتوسط بتكون 0.5. طيب النون نورمال ديستريبيوشن النون نورمال يعني الحالات اللي بتكون فيها الجراف ما نورمال ما نورمال ديستريبيوتد اللي هو زي ده بيكون جراف سكويد تو ذا ليفت بيسموه سكويد ليفت سكويد ليفت سكويد ليفت سكويد سكويد تو ذا ليفت برضه نفس التعبير ده بيكون سكويد تو ذا ليفت يعني المتوسط هنا اللي هو المفروض يكون الميجوريتي تمام واقع في يسار ال center tendency measurement اللي هي الميديان والمود والتيل أو التيل الزيل بتاع الجراف كويس بيكون أطول ناحية اليسار هو سكويد تو ذا ليفت. طيب ممكن يكون عكس كده ممكن يكون سكويد تو ذا رايت برضو يكون كده شكله في الحالة دي هنا الميديان أقل من السنتر تندسي ميجرمنت اللي هي المود والميديان المنوال والوسيط كويس وهنا التيل بتاعك بيكون نحو اليمين. طيب ده طبعا الحالات شنو النون نورمال. النورمال انه الثلاثه يتساووا مع بعض والمين يكون في الميجرتي هنا. طيب نرجع للسؤال الثاني الموضوع بتاعنا بتاع نستفيد كيف من الجراف ده في حساب البروبابيلتيز او في حساب الحالات حسب الظاهره الموجوده دي ظاهره طبعا قدامنا. يعني مثلا بالنسبه لكيف انا احسب احتمال ان يحصل الطلاب على درجات من 50 ل 80 بقدر اعرفها صح؟ يعني مثلا انا عندي الدرجه دي 50 ودي 80 بقدر اعرف الاريا دي كم؟ ما انا عرفت الاريا دي كلها كان 50 مش كده؟ 0.5. لو انا سالتكم هسه قلت لكم احتمال يحصل الطلاب من 50 ل 80 درجه كم في الميه؟ او البروبابيلتي كم؟ 95% كم؟ 95 95 ليه اللي وريني 30% 95 انه 5.5 دي يحتمل انه ما يحصل احتمال الخطا. طيب نختم 100% 5.5 ممكن تعيد السؤال ثاني يا دكتور؟ انا عايز المساحه من 50 ل 80 يعني الاريا دي كم الاحتمال كم في المية؟ طيب ما انا دي بقراها لكن هجيب اللسان 80 اللسان 50 وأجيب الاريا بتوينهم. طيب ممكن بطريقة وطريقة تانية زي ما قالت تاريا صح 0.5 لما نقسمها بتكون يعني 50 زي 30 مثلا ايوه يعني حتكون 0.3 مثلا ممكن تكون 0.3 باعتبار انه دي كلها 0.5 و 0.5 ناقص دي مثلا 0.2 50 زي 80 بقت 30 طيب ممكن 80 ناقص 50 هي طبعا اقل من 0.5 اكسلنت بالضبط اي حال من الاحوال اي حال من الاحوال هي اقل من 0.5 بالضبط كده لكن هي فانكشن في المسافه بين ال 50 وال 80 والفيريابيلتي تمام ممتاز صحيح. طيب لو انا قلت عايز الاحتمال بتاع انه جايبين اكثر من 80 20% ممكن تكون 20 باعتبار انه لو كانت دي 30 دي حتكون 20 ايوه اذا كان دي 0.3 دي حتكون 0.2 يكونوا مكملين ل 0.5
وضحت الفكرة؟ يعني أنا ممكن أقدر أعرف المساحة تحت المنحنى وأقدر أعرف البروبابيليتي بتاعت الظاهرة زي مثل المثال بتاع كورونا ده، أنا أقدر أعرف الحالات قبل ما تحصل. شفتوا كيف؟ يعني قبل ما تحصل الحالات أنا أقدر أعرفها كم عددها. فيبقى الجراف ده مهم جدا، يعني هم استخدموه في التنبؤات يعني. كويس؟ طيب الآن دعنا نشوف نحن كيف بنحسب المساحة تحت المنحنى. الآن نحن طبعا زي ما قال طارق هسه قبل شوية قال هي قال أقل من 50%، يعني أقل من 0.5. لكن نحن لو دعنا نحسبه بالضبط exactly قدام قاوس ده عمل شنو؟ طبعا معروف يا إخوانا بعلم الرياضيات إنه أي جراف ده ما جراف صح، ده منحنى أو كيرف. أي كيرف يكون عنده معادلة، خلاص؟ اي كيرف عنده معادله. كويس، معادلة دي اسمه يعني. طيب فقام طلع المعادله بتاعت شنو، بتاعت النورمال كيرف ده، ودي المعادله بتاعته شكلها كده، اللي طبعا اف اوف اكس يعني الدرجات دي اللي ايوه الفانكشن، ايوه الفانكشن بتاعتنا درجات او الديستريبيوشن دي او ال اسمها شنو هي التوزيعات دي، تعتمد على الدرجات الاكس اللي هي طبعا الدرجات دي تحت الطلاب، وجاب المعادله طبعا اي قول لي المعادله طبعا فيها ثوابت، جاب المعادله بتاعته اللي هي 1 اوفر سيجما سكوير روت 2 واي، طبعا واي دي معروفه قيمتها كم ثابته، والاي هنا ثابته، دي كلها قيم ثابته، المتغير بتاعك اللي هو الاكس هنا كويس، الميو طبعا نون، الميو هنا نون يعني معروف الميو ده اللي هو البوبوليشن وسط الحساب، ايوه البوبوليشن مين سكوير اوفر 2 سيجما سكوير، طبعا دي كلها ثوابت، ده ثابت وده ثابت وده ثابت وده ثابت والميو هنا ثابت، اكس طبعا هو الفاريبل حقنا. طيب فقام مسك المعادله دي واستخدمها عشان يجيب المساحة تحت المنحنى، استخدمها عشان يعمل شنو؟ يجيب المساحة تحت المنحنى. طيب تفتكروا المساحة تحت المنحنى لو أنا عايز أحسبها بالرياضيات بيستخدم يا طريقة؟ نقسم لمستطيل ومثلث. كويس، يعني أنا عندي جراف زي ده كده أو عندي أريا زي ده كده بسموها أريا أندر ذا كيرف، طبعا ده كونسيبت برضو زي statistical concept. الarea under the curve دي أنا لو عايز أحسب المساحة ممكن أقسمها لمثلثات زي ما قلت أو مربعات أو أشكال منتظمة أو مستطيلات، وأبدأ أحسب المساحات كل قطعة وأجمعها أطلع لي المساحة، طلع لي probability. أنا طبعاً بالضبط إذا ما أعرف كم صح؟ نحن كلنا بنعمل لها قسم كلنا، بس قبل شوية خمننا طارق قال أقل من 0.5، في ناس قالوا 0.95، فنحن دارين بالضبط القيمه دي كم. طيب عشان نحن نحسب المساحه تحت المنحنى دائما يستخدم يا طريقه في الرياضيات، حاجه واحده هي اصلا عملها نيوتن عشان يحسب بها المساحات تكامل. يا سلام عليك، انت رايح يا اخي يو ار جينيوس، انت ريحتني راحه شديده يا اخي. بعمل انتجريشن ليميتد انتجريشن، شفتوا نيوتن ده اصلا لما طلع التكامل ونظريه التكامل لحساب المساحات دي، بس التكامل ما عنده اي حاجه ثانيه، ما عنده اي فائده بس لحساب المساحات. فانت بتقوم تجي تعمل انتجريشن للفانكشن كين، طبعا الثوابت دي ما بتعمل فيها الانتجريشن صح، بتعمل انتجريشن للداله مش كده، وتقوم تشيل الانتجريشن علامه دي بتحطها هنا، بتعمل انتجريشن محدود زمان اخذناه احنا صح. طب انتجريشن محدود تقول والله انا عايز احسب المساحه من 50 ل 80، تعمل انتجريشن وتعوض بعدين ال 50 وال 80 تطلع لي قيمه، القيمه دي هي اريا اندر ذا كيرف. ايوه ده الاحتمال بتاع الطلاب الجايبين درجات من 50 ل 80 اللي هو قبل كان بالنسبه لنا مشكله، الان احنا عرفنا نحلها. اذا من خلال الايكويشن دي عرفنا نحلها. بس عندي سؤال ثاني جانبي كده، العلامه دي شنو يا طارق؟ الكلام ده دي العلامة بتاعت التكامل من الحد الأدنى للأعلى. طيب جات من وين العلامة دي؟ طبعا ده أنا فرتك معاكم عن المعادلة دي عشان الناس يفهموها كويس.
لحد ما تجاوبوا انتم. مثلا عندك الاي دي اكسبوننشال فاليو تعرفوها مش عندها قيمه ثابته 2.178 كده بلا بلا. الفاي طبعا معروفه ها 3.14 دي طبعا. سيجما طبعا انت بتجيبها من البيانات. وميو طبعا معروفه بالنسبه لنا. طيب ال- ال- العلامه دي بخدت انا طبعا هنا صح ده ممكن نستخدم في التكامل لكن عباره عن شنو يعني افتكر عباره عن ايه صعبه انه المساحه تحتاج العلامه دي شنو يا اخوان لا العلامه دي ذاتها بتاعنا يعني مثلا دي من الرموز الرياضيه انا داير شفت الرموز الرياضيه دي لازم الناس يعرفوها برضو يعني دي واحده من الطلاسم المهم الناس يفهموها يعني طبعا ده العلامه دي عباره عن طبعا الانتجريشن ما هو الانتجريشن التكامل ما انتجريشن صح ما هو الاي حرف الاي ذاته بس باللاتيني لكن يعني انتجريشن حرف الاي ده انتجريشن حرف الاي حطوه باللاتيني عملوه كده بيجي تحطه كده كانه هو انتجريشن انستيد اوف شنو الاي تمام طيب طيب يلا نجي هنا في ال... في بعد ما عملنا الانتجريشن بنيجي نقول والله الانتجريشن بتاعنا ده مثلا من 50 ل 80 بنحل بنعمل انتجريشن عادي ونعوض بعد ذاك القيم من 50 ل 80 تطلع لي قيمه، القيمه دي عباره عن شنو؟ عباره عن الاريا اندر ذا كيرف بتوين بتوين شنو؟ 50 و 80 اي 50 و 80 طيب اذا كده معناها جاوز حللنا المشكله حللنا المشكله طيب طيب الشغل ده قام يتطور شويه فقالوا طيب نحن اذا احنا بنتكلم عن اسمه شنو؟ بس امسح الكلام ده هنا. اذا قلنا احنا بنتكلم عن الان بنتكلم مثلا مثال احنا عن الدرجات صح؟ ممكن اجي اتكلم عن كورونا مثلا. كويس؟ يبقى المتغير بتاعي هنا حيتغير بيبقى بدل ما كنت بتكلم عن درجات بتكلم عن عدد ايام او بتكلم عن تواريخ. في زول ثاني ممكن يكون عايز يعمل تطبيق على نورمال ديستريبيوشن للظاهره بتاعت الاوزان مثلا بتاعه الاوزان للطلاب في حته معينه او للاطفال مثلا وايش زول عايز يعمل شوف النورمال ديستريبيوشن مثلا للمرتبات او للاعمار بتاعت موظفين في شركه كويس فيلا معناها الفيديبل بتاعك هنا بيتغير انت محتاج تعمل لك حاجه ستاندر standardized value هيك تعمل لك شنو؟ standardized value ركز معي في الحته دي محتاج انت يكون عندك قيمه معياريه تستخدمها كمعيار او كمقياس لكل الظواهر دي يعني مثلا اسي اي عمله بتتحول لدولار مش كده؟ يبقى الستاندر بتاعها كانه دولار كويس؟ اي عمله ممكن تحول للدولار بتعرف قيمه العمله هنا طيب الستاندردايز ايكويشن اسمها ستاندردايز ايكويشن دي تطلع منها حرف الزد بسموه زد ديستريبيوشن وبيساوي المعادله دي بيساوي اكس ماينس ميو اوفر سيجما دي نفس المعادله بتاعتنا بتاع زمان بس تذكروها اخذناها من ده نفسها بس الديفرنس اللي هو الدي اللي هو الديفرنس اللي هي اكس ماينس ميو اللي هو القيمه بتاعت المجتمع القيمه بتاعت في الواقع فرقها من متوسط المجتمع طيب فانا لو قدرت احول اي قيمه لقيمه معياريه زي ما هسه انا هعمل العمليه دي الان عندي درجات بتاعتي 80 المتوسط عندي 50 درجه صح اذا افترضنا انه السيجما 16 درجه طيب احول ال 50 درجه دي احولها تبقى كم اللي هو المتوسط اللي هي 50 وخدتها هنا بطرحها من المتوسط اللي هو 50 تقسيم سيجما بيطلع لي صفر صح؟
لما نجي اعمل ترانسفورميشن يعني اجي احول القيمه بتاعتي قيمه معياريه 50 درجه هتبدا صفر 100 اللي هو 50 اللي هو 50 على 50 يعني 50 على 50 صفر كصفر على اي قيمه واحد تمام طيب ال 80 اجي احول ال 80 برضه لما نجي احول ال 80 اقول 80 ناقص 50 هي كم 30 تقسيم 16 بيساوي 1.88 معناها ال 80 تحولت لي ل 1.88 دي قيمه معياريه طيب دي يسموها زيت سكور قيمه معياريه زيت سكور كانه حولت ال 80 درجه لقيمه معياريه كقياس او وحده قياس بقت 1.8785 طيب هقوم اعمل شنو ركزوا معي الموضوع بتاع التكامل بتاع جبيل بتاع المعادله هقوم اجي اعمل تكامل محدود للمعادلة الجبيل ثابتة المعادلة ثابتة طبعا من صفر لكم 1.875 ايوه اقوم اعمل تكامل محدود في المعادلة دي من صفر لكم ل 1.875 اطلع الاريا اندر ذا كيرف من خلال التكامل تطلع لي القيمة دي حلو يعني عملت التكامل عديل بعد عملت تعوض القيمة التكاملية بتاعتي طلعت 0.44699 this is a probability يا اخوانا دي البروبابيليتي كبيرة احنا كنا بنفتش عليها يعني في ناس قالوا 0.3 وفي ناس قالوا في ناس قالوا اقل من 50 وبلبله الان هي طلعت 46 او 47% الطلاب الجايبين درجات من 50 درجة ل 80 درجة نسبتهم كم؟ تقريبا 47% ده as a percent expression بالprobability expression هي 0.4699 وبالطريقة دي انت ممكن اللي هي بطريقة الترانسفورميشن equation دي اللي هو الستاندردايز فاليو زد ستاندردايز فاليو زد انت ممكن تعرف probability الاريا اندر ذا كيرف لاي فاريبلز لكن تثبت اول حاجه انه الفاريبل ده نورمال ديستريبيوتد تمام هسه زي الكورونا دي ممكن تشتغل بها شغل زي ده الكورونا منتشره كويس بتجيب الايكويشن بتاعته بتجيب الداتا وتعمل فوركاستنج للبريدكشن للبروبابيلتيز بتاعت الحاجات يعني لو تشوف الحالات مثلا من تاريخ كده لتاريخ كده كم نسبتها في انا دكتور مستمتع لما النحسه طارت لا فيها نحسه يا ساتي دخلك كده انا والله يا اخي ضغطتكم ضغطه شديده يا اخوان لا النحسه السهر وجارينا بالنهار برضه جري معلش والله وكمان عندكم بكره عندنا حصص تدريب يا دكتور انا عاوز مثال لكورونا دي بليز انا عايز اقول لكم حاجه عايزكم انتوا بعدين بعد ما اخلص طبعا لانه موضوع جديد بتاع كورونا ارسل لكم بيبر انا كويس بس بعد ما اخلص لانه لسه في حاجات انا هقولها كتير هتفيدكم في الفهم معلش مداخله ايوه بالنسبه لموضوع الكورونا ده ما نحن هسه ما عارفين انه البيك بيكون بتين والاذر سايد اوف ذا كيرف زي ما بيقولوا بيكون بتين عشان نحن نقدر نحدد صح صح لكن ما انت كمان ممكن عندك طبعا بتستخدم موديل ثانيه في كده قلت خلينا اكمل انا في الاخر ولا بتستخدم موديل تقدر تعرف بها شنو وتقدر تعرف بها القمه او الذروه بتاعت الحاله ممكن تكون فيها تاريخ طبعا استيميتد برضه استيميتد وبعد ذلك بتجي طبعا هو كمبيوتر سيستم ايكويشن هي موجوده اصلا الايكويشن بتاعت النورمال كيرف دي موجوده بتدخل فيها الداتا بتاعتك كويس هي بقى بتقوم تترسم لك تعمل لك بريدكشن لشنو للنورمال كيرف مع الايام بتاعتك بيكون شكلها كيف وبالتالي بتقدر تحسب الحاجات الثانيه انت حتى ممكن تعرف انت على الظاهره كيف ممكن يكون نهايتها 200 يعني فيها تاريخ لانه الاند اللي هي اقل حالات هنا صفريه ممكن تكون فيها تاريخ برضه توصل لك هنا اني هاو الفاكتور بتاعك هنا في الكورونا فيروس الفاكتور بتاعك هنا شنو الديت ها التاريخ يعني الفاكتور اسي الزمن مناسبه التايم فاكتور هو اسي بتاع الموضوع بتاع الكورونا ده كله في التايم فاكتور حتى لو انت عملت حجر يا دكتور عشان كده انا سالت لانه مره لاقاني
ايوه عشان كده لو عملت حاجه المنزلي حتى لو عملت يعني اي معالجات واجراءات حتلقى نفسك انت ممكن تبعد الزمن من من يعني ممكن يحصل يعني يقول شنو يعني الزمن يبعد من المتوسط يعني الجراف يكون يعني very flat يعني يكون متفلطح جدا يعني. قلت شنو ما سمعتك انا؟ قلت لك لانه انا كان مربي مغال في ايام الاوهان فعشان كده انا قلت لك داير لينا مثال لانه بعد المغال ده ثاني طلعت كم حاجات فانا نسبتها بس لكلام علمي ان هم ما قالوا الكلام ده عبث انه مثلا بتنتهي بتاريخ كده او بتقل بتاريخ كده فبيقول الناس يقولوا شنو اول لما يتناقشنا في المكتب كان في الدوام فبيقولوا ديل دخلوا في علم الغيب وبتاع وانا بقول لهم الكلام ده يا جماعه مستحيل قال يعني قال كده ساي الحاجه دي فيها حسابات يعني دقيقه يعني مستحيل طلعتوا بتاع علم الغيب يا دكتور رياس طلعنا بالبلدي كده فوقنا هو فعلا لكن هو ايوه في بيبرز منشور عن البروبابيليتي اوف كورونا فيروس ان افريكا حرسيها لكم في الجروب برضو عامل فيها الاستاتيستيك دي كويس طبعا هو الكورونا فيروس زي ما قلت لك هو طبعا يعني سبحان الله الناموس الكوني ده يعني هي حاجه انت بتسال نفسك السؤال ليه الظواهر دي بتاخذ الشكل ده مش كده؟ نعم ده ناموس كوني يعني حاجات طبيعيه موجوده كويس زي درجه حراره الانسان 37 درجه كده فانت فبتجي انت كعالم او كباحث وكده تستفيد من الظواهر دي الثابته دي وتقوم تستخدمها في تفسير الظواهر يعني نرجع للقصه حقتنا طيب نحن بدل ما كل مره ستاندردايز فاليو وكده ونجي نعوض نطلع القيمه ونطلع البروبابيلتي اريا كده فقالوا خلاص طيب احنا ما ممكن نخلي القيم دي تكون يعني المين هنا طبعا طالما المين صفر معناها الزد ده زد ديستريبيوشن ده المين بتاعه زيرو اثبتنا انه المين بتاع الزد زيرو صح زد قالوا زد از نورمال ديستريبيوتد بيكتبوها كده في الساينتفك بوكس زد از نورمال ديستريبيوتد ويز مين زيرو المين بتاع زيرو ستاندرد ديفيجن ايكوال 1 كويس طيب المين بتاع الزد زيرو طيب انا هبدا من زيرو كده وامشي كل مره ازيد مثلا اشوف المسافه دي اذا كانت واحد واشوف الاريا اندر ذا كيرف كم احسبها بالمعادله بتاعت التكامل وعلى هذا الاساس قاموا عملوا الجدول الجدول انا ارسلته لكم ده اسمه زد لو تفتحوه هسه قدامكم زد تيبل كويس قدامكم اسمه زد جدول زد طيب طيب الجدول عباره عن شنو؟ فيه هو العمود الاول دي قيم زد سكور اي قيمه ممكنه لزد اللي هي المسافه من هنا بعد الصفر وانت ماشي كده طيب الارقام اللي في النص دي الكثيره دي لو متابعين معي صاحين ما نمتوا الارقام اللي في النص كثيره دي دي عباره عن البروبابيلتيز او المساحات تحت المنحنى لاي قيمه ممكنه لزد طيب صحيح بس انت اهم شيء لين التيبل يا دكتور التيبل انا ما ارسلته لكم عايز ارسلته لكن قصدي هنا ما ظاهر لنا في الشاشه ولا نشوف من عندنا بس طيب ماشي انا اظهر لكم هنا طيب برضه ما في مشكله طيب طبعا انا ارسلته على اساس انه انا هشرح اللي قدامي طيب يعني مثلا يا دكتور ممكن اي زول يفتح من تليفونه كده اي زول شنو؟ اي زول ممكن يفتح من التليفون كده ويبقى بشرح لنا في السبايك ايوه انا قصدي كده كان يعني احنا نتابع بالتليفون انا قصدي كده لكن ما مشكله انا بفتحه برضه هنا قدامي عشان اشرح لكم برضه شكل الجدول شنو يعني طبعا الكلام ده كله هسه بيقى شنو انا بدي ابدا لكم القصه من اولها يعني بدات كيف طبعا كله هسه طبعا هو هاي الورقه ذاته ظريفه
طيب مرة قديم والله فعلا. طيب طيب اتمنى الناس يكونوا صاحيين معي يا اخوان ما تنوموا يعني والله جاي كلام مهم شديد والله متابعين. طيب لانه انا طبعا انتر اكشن بتاعكم بيصحينا انا ذاتي نحن مصحصحين بس عاملين الميوت ده. طيب كده ظاهر الشيرنج صح؟ واضح. طيب عندك هنا في الجدول كل القيم الممكنه اللي زدتها دي العمود ده يعني شنو القيم الممكنه؟ يعني هم عملوا حساب للتكامل المشترك التكامل عملوا حساب للتكامل من صفر لصفر المساحه تحت المرحله هذه من صفر لبوين 1 لبوين 1 المساحه هذه ومن صفر لبوين 2 المساحه هذه ومن صفر لبوين 3 يعني بقت قيم ثابته او مش قيم ثابته بقت يعني قيم موجوده في جدول. لو عايز اشوف مثلا المساحه من صفر ل 1.1136 المساحه هذه اللي هي ليش 1 الثانيه اللي هي 1.1 لانه ده بيديني الرقم العشر الثاني الصف الاول اللي فوق ده بيديني الرقم العشر الثاني الرقم العشر الثاني لقيمة الزد يعني مثلا يعني مثلا يعني زد مانيوال صح؟ مانيوال بالضبط كده ما هو مانيوال يعني كانوا كده من زيرو شوف انا عملت انتجريشن للايكويشن دي من زيرو ل 1.11 الانتجريشن نهايته القيمة دي يعني الاجابه بتاعت الانتجريشن ده القيمه دي اللي هي 0.3665.11 لانه ده الرقم العشر الثاني يعني مثلا انا بتكلم عن زد بتساوي مثلا تساوي مثلا زد هنا يا شباب المايكات طب مثلا هنا زد بتساوي مثلا زد هنا بتساوي مثلا 1.27 يعني انا اشوف 1.27 عايز اشوف المساحه تحت المنحنى كم البروبابيلتي 0.3980 تمام التكامل من 0 ل 1.27 كويس من 0 ل 1.27 حاجه القى اللي هو 1.27 هنا 0.3980 دي المساحة أو الأريا أندر ذا كيرف لما تكون قيمة زد كده وهكذا من وين يعني من وين جابتها؟ جابها من التكامل المعادلة اللي قبل قلنا لها لا هنا 1.27 هنا من وين طلعتها؟ لا طلعت أنا افتراض يعني افتراض يعني قلت لو عايز اشوف المساحه تحت المنحنى كويس بالتكامل هتطلع لي كده طبعا انت ممكن تحسبها بمانيوال برضه هتطلع لك كده لكن طبعا الجدول اختصر على الناس الحاجات كيف اختصر حياتي انا هاخد مثال بس هطبق عليه لكن عايز اوريك الجدول عباره عن شنو يعني كويس وضحت كده طيب والله ما وضحت يا براس يلا قولي سؤالك بس عيد النقطة الأخيرة طيب أنا قلت يعني الفكرة كلها شنو؟ فكرة بسيطة جدا أنا عايز كويس يعني أستفيد من الزد كويس كقيمة معيارية عشان أقدر أعرف بها قيمة الظواهر بتاعتي قيمة شنو؟ الظواهر ليه؟ لانه في خاصيه زد ده عنده خاصيته شنو انه توزيعه معتدل المساحه تحت المنحنى مقسمه هنا 50% وهنا 50% فقمت عملت شنو انا طلعت الايكويشن
تحت الجراف ده واستخدمت التكامل عشان احسب المساحات المجهوله بالنسبه لي اقدر اعرفها. زي هسه ضربنا امثله في الكورونا وضربنا مثال في بالنسبه للطلاب، ورينا انه كيف ممكن من خلال البيانات بتاعتي بتاعت الطلاب اقدر اعرف احتمال الطلاب يجيبوا درجه من كم لكم. Otherwise انا ممكن بدل ما اعمل العمليه دي اقوم اجيب الكراسات بتاعت الطلاب واحسب الطلاب جابوا من 50 ل 80 احسبهم كم واقسم نسبتهم على التوتال، صح؟ دي بطريقه برضه، لكن الطريقه العمليه بتاعت الزد ديستريبيوشن دي بتخليك يعني تختصر عليك المجهود بتاع التقليدي البسيط اللي بتستخدمه. يعني مثلا انا ممكن لو عايز اعرف مثلا موظفين، مثلا مثال يعني عندي موظفين متوسط اعمارهم زي مثلا في المثال حقنا طلعوا امبارح 34، كويس، عايز اشوف عندي كم موظف كويس اعمارهم اكثر من 60 يعني طالعين معاش كده زي طارق كده، ها؟ عايز اشوف عندك موظف هنا طارق ولا ما معاه انت؟ والله يا اخي ما جربته. طيب يعني 20 سنه كده 22 سنه ويش يعني قريب مننا يعني. كنت قال لك سبيستون والله. لا هي ما عمري 22 سنه. طيب وبالتالي انا لو داير اعرف حتى اشوف لو عايز اعرف الموظفين الطالعين للمعاش كم عددهم او نسبتهم كم في المية من الموظفين بقدر اعرفه بالطريقه دي. هعمل شنو؟ هقوم اجيب يعني مثلا هجيب احول الاعمار دي لقيمه معياريه، يعني ال 34 دي ما بقت صفر خلاص، كويس، هتبقى قيمه معياريه كشكلها كده. ال 34 دي اللي هي قيمه المتوسط هنا صفر. احتاج احول ال 60 سنه دي لقيمه معياريه بالمعادله حقتي، كويس، قول 60 سنه طلعت لي بالزد سكور بالمعادله حقت الزد اللي هي اكس ماينس ميو تقسيم سيجما في المعادله اللي شرحناها قبل شويه. طيب طلعت لي بالقيمه المعياريه دي مثلا نقول طلعت لنا 1.37 1.37 معناها حاجه اشوف عشان احول القيمه دي لقيمة معيارية 1.37 طلعت لي هنا 1.37 حولتها طلعت لي 1.37 قيمة معيارية، معناها أنا عايز المساحة دي اللي هي مساحة بتوريني نسبة الموظفين اللي أعمارهم أكثر من 60 سنة. طيب إذا الزد المفروض تطلع ولا النقطة ولا هي شنو؟ أيوه كويس سؤالك ده، أيوه شنو؟ هي اللاين اللي انت رسمته ده ولا البوينت على الكيرف؟ يا سلام عليك، يا سلام، نقطة مهمة والله، صح كلامك، هي نقطة هنا في الخط في الخط الأفقي ده، هي نقطة في الخط الأفقي اللي هي من صفر ل 1.7. الخط اللي أنا بنزله ده عبارة عن الخط اللي بيحدد لي الأريا، تمام، هي نقطة هنا نقطة. يا دكتور ايوه دقيقه بس عايزه اضيف لها يعني كده حاجه توضح لها اكثر. لما الزد بتقابل لي قيم الاكس اللي عندك يا استاذه، يعني اي اكس في الداتا بتاعتك اللي عندك بيها بتقابل القيمه بتاع الزد اللي هي القيمه المعياريه حقتها. يلا القيمه المعياريه دي هي عند الغراءات الموجوده في الجدول دي بتوضح لك البروبابيليتي ولا الاريا اندر ذا كيرف، هي نفس الفهم احتمال القيمه دي كده يعني تكون اقل من كده ولا اكبر من كده. إذا أنا قلت صحيح يعني يا دكتور. لا مظبوط، كلامك دائما صحيح والله. والله بتساعديني كثير والله. يعني تطلع هي مثلا طيب 1.37 حتطلع لي مثلا اللي هي 0.4147. طيب كويس، أنا داير أعمل شنو هسه؟ أنا بالنسبة لي المشكلة قدامي شنو؟ بنرجع لموضوعنا. أنا داير أشوف الموظفين الطالعين للمعاش كم عشان أطلع لهم حقوقهم ولا كده يا أخوانا، ما حتساعدني الحاجة دي. عندي حل ثاني واحد. عندي حل بديل اوريكم ليش شنو؟ اعمل اعلان او اوقفهم كده في طابور برا في الشركه اقول اي واحد عمره 60 سنه يجيب ماي جاي، ايه رايكم في الحل؟ تخيلتوا معي يعني العلميه هي كده، انت بتستخدم ادوات متعلقه بتحليل البيانات وتتخذ مقابله قرار بدون ما الناس يعرفوا انت بتعمل بشنو، صح؟ طيب هنا انا الان بعمل شنو؟ انا هنا
بيجي أشوف الأريا دي، الأريا دي اللي هي دي أنا مقصودة بالنسبة لي، أحسبها كيف؟ أنا لازم أحسب أول حاجة، لازم أحسب الأريا اللي هي من صفر ل 1.37 بالتكامل طبعا، صح؟ طبعا دي طريقة برضو مانيوال بالتكامل، لكن الجدول بيسهل علينا. كيف بيسهل علينا الجدول؟ أجي أشوف هنا ال 1.37 اللي هي 1.3، السبن وين؟ أجي أشوف هنا السبن، السبن هنا، وأنزل تحت هنا ألقى القيمة دي كام؟ 0.41 صح؟ 0.4147 صح؟ ايوه وضحت كده. طيب يلا معناها المساحه دي 0.4147. طيب جميل. انا ده باب الناس بالنسبه للناس اللي اعمارهم من المتوسط لحد 60 سنه. انا ده الناس الاكبر من 60 سنه. الاكبر من 60 سنه هطرح القيمه دي طبعا من كم؟ من 0.5. اللي تطلع عليك اكبر ولا اقل؟ ها احنا مش المتوسط عندنا 34 سنه خلاص هيجيني. ايوه متوسط 34 سنه، لكن انا داير الاريا بعد ال 60 سنه اللي هي المساحه بعد 1.37 يطلع كم؟ 0.1 اطرح 0.5 ناقص. ايوه 0.1 كم؟ 0.19 0.09 كم؟ لا الإجابة كده، الإجابة هي 0.5 minus 0.41 هتدينا equal 0.09. أيوة طيب دقيقة 0.5 minus 0.41 1.7 صح؟ 0.4147 ايوه ايوه صح، بس انا قربتها كان تقريبا هي تقريبا 0.09 او هي اكشولي 0.0853 هي تقريبا تقريبا 8.5% او 9% صح؟ ايوه. دي معناها انت لو عندك 100 موظف معناها عندك كم موظف حيكون طالعين للمعاش؟ 9% 9 موظفين تمام. انت كيف الان انت تعرف تستخدم النورمال ديستريبيوشن بالنسبه للاعمار عشان تقدر تعرف وضعيه حاله معينه او كيس معين عندك في البيانات او بالنسبه للمجتمع حقك خلاص. إذن عرفت كيف نتعامل مع الجدول. أنا هسألكم بعد شوية أسئلة كويس في الجدول ذاته. يلا دي الحاجة اللي عايزكم تركزوا فيها خلاص عشان ندخل في موضوع الأساسي في المحاضرة. لسه ما دخلنا ما قلنا حاجة. طيب طيب يا دكتور يعني المساحة دائما من الرقم اللي أنا بقرأ الزي فاليو حقته بتكون المساحة على اليسار دائما. المساحة؟ أيوة يعني بحسب من على اليسار، على يسار الرقم على طول دي المساحة اللي بتتحسب. أيوة لا مو المساحة اللي بتتحسب دائما على اليسار. الديبينس يعني الديبينس ممكن تكون يمين ممكن تكون يسار، الديبينس على الحالة الكيس اللي عايز تحسبه وانت ولا ما صح جاوبت على السؤال. فهمت إن هي قصدها إنه الجدول بيقرأ على اليسار دائما صح ولا أنا غلطانة؟ أيوة لا الجدول بيقرأ ممكن يقرأ هنا، هو الجدول أصلا بيقرأ شنو؟ بيقرأ المسافة بين صفر الجدول كوميوتيف تو ذا ليفت. لا بيقرأ الجدول دائما المسافة بين صفر وشنو؟ وأي قيمة ثانية وأي قيمة ثانية قد تكون بوزيتيف قد تكون نيجاتيف، لكن طبعا هو لانه سيمتريكال هو ايوه هو سيمتريكال، لكن قصدي انه الفاليو حقه البروبابيلتي حقه التيبل دي يعني هي كده ليفت يعني مثلا في المثال عندي هنا 1.87 دي
هيجري لي الاريال بالاحمر تمام. أيوه. انا عايزه رايت يعني طب هي معناها هي تزلفت للفاليو دي. اذا انا عايزه تزرايت للفاليو دي حقوم اطرح سؤالك كويس. انا اوريك المنطق وين خلي بالك معي. سؤالك كويس. طبعا انت لما نتكلم عن اريا لما تقولي من 0 ل 1.87 معناها انت عندك اريا محدده هذه دي غير محدده. طبعا الاريا بعد ال 1.87 دي ما محدده. الاريا المحدده عندك هذه هي من 0 محدوده يعني محدوده او محدده اللي هي من 0 ل 1.87 يعني. وضحت؟ انا فهمت كلامك يعني ليه ما بيقرا الاريا اليمين القيمه دي 1.875 دي. انا ما عملت تشير صح؟ تشير ظاهر عندكم؟ ظاهر. لا شايفينه. ايوه واضح. خلاص اذا انت بتسال عن الجانب الليفت من قبل الزيرو زي ما قال لك طارق هنا الجراف ده سيمتريك هو عباره عن يعني نفس المساحات او نفس الكلام اللي باليمين نفسه موجود بالشمال بس المساحه تحت المنحنى المحدوده المحدده بقيمتين. طيب نرجع له. طبعا هنا انا لما جيت هنا مثلا جيت حسبت يا اخواننا بالنسبه للطلاب المثال حقي جيت حسبت للطلاب في المثال هنا زي طلعت 1.88 لما جيت شفتها في الجدول نشوفها مع بعض في الجدول شوفها في الجدول 1.88 تطلع كم المساحه في الجدول عندك 1.8 شوف الرقم الثاني 8.4699 صح؟ إذا الاريا دي 0.4699 يبقى الطلاب الجايبين من 50 ل 80 درجة نسبتهم كم في المية؟ 46 أو 47 46 خلاص؟ وضحت؟ طيب الطلاب الجايين اكثر من 80 درجه هيجيب المكان عندنا برضو كيس زي ده. طلاب جايين اكثر من 80 درجه عارفهم كيف؟ انا 0.5 ناقص القيمه دي ناقص 0.4 معناها الطلاب الجايين اكثر من 80 درجه هما تقريبا 3% الريمينج حق الفيكتيف. طيب هديكم اكسرسايز كده اشوفكم هتحسبوها كيف. عايزكم تشوفوا ليه الطلاب جايبين جايبين الطلاب احتمال ان يحصل الطلاب على 90 درجه في اكثر يعني اكثر من 90 درجه. عرض لنا بس الجدول معلش. الجدول ما عندك جدول؟ نعمل لك شير ما في مشكله. طيب عايزين 90 درجه فاكثر هنقوم نعمل شنو نحول ال 90 درجه دي اول حاجه يا اخوانا نحول اول شيء. طيب عارف راح وين هو كمان ده جدول كده ظهر. ايوه ظهر. انا حوليت 90 درجه دي انا اقوم اعمل لها ستاندردايز فاليو احولها المتوسط تكون 50 ناقص 90 مش 50 ناقص 90 على 16 تمام مظبوط اللي بتجي سالب 2.5 اخذ القيمه الموجبه ما مشكله هاي 2.5 لما اشوفها بلقى قيمه 0.4938 لما نطرح منها 0.5 بيديني 0.0062 يعني 0.06% ممتاز وهي منطقية يعني واحدة واحدة. طيب يا طارق ادي عليها واحدة واحدة. طيب انا طرحت ال 50 ناقص ال 90 قسمتها على 16 اللي هو اكس بلس ميو على سيجما جاب قيمة الزيرو. ايوه 90 حولتها لقيمة معيارية. طيب النتيجة كم؟
اللي هي جاتني الخمسين ناقص تسعين على 16 جاتني 2.5. أقوم أشوف في الجدول هنا. أشوف في الجدول. هذه 2.5 هذه يا أخوان. أيوة لما نجي شفتها تلقاها في الجدول. هذه 4.938. وضحت لكم هذه في الجدول هنا. طيب هو عايز المساحة عايز 90 درجة وأكثر. معناه 4.5 ناقصا القيمة دي. معناه عايز المساحة دي. أيوة معناه 4.5 ناقص القيمة دي. تطلع كم؟ 0.0062. اللي هي ميك سنس طبعا. أيوة. لأنه أنت كل ما زادت الدرجة بتتوقع عدد الناس ال. أيوة البروبيت يكون تقريبا للواحد. واحد يكون 1%. تقريبا 1% أي صح. 1% من الطلاب جايبين أقل من. أكثر من 99 درجة. أكثر من 90 أكثر. طيب نرجع للسلايد. شيرينج سكرين شاف قشة. طيب احنا نحسبها كده حسبناها هذه هنا اللي فعلا 2.5 اللي موجوده قدامكم لو الشير ظاهر قدامكم اللي هي طلعت في النهايه القيمه 0.0062 اللي احنا حولنا ال 50 لصفر وال 90 حولناها لقيمه معياريه 2.5 اذا الاريا دي هي طلعت 0.0062 طيب طيب عايز اعمل معكم اكسرسايزز اللي هي دي اللي مهمه مركز عليها في المحاضره لو مركزين معي مركزين الدنيا ثاني الو الصوت بيقطع يا دكتور ايوه ما سامعين اي حاجه طبعا دقيقة ثانية كويس ماذا مرة يعني الو سامعني كده الصوت بيقطع دكتور ممكن تعمل ريستارت ممكن تطلع تيجي داخل السيشن ثاني ما بتحسب ليه تحسب شنو؟ مش قاعد تحسب للي بيطلعوا وبيدخلوا؟ لا دكتور ياسا عنده هناي دكتور بس عشان الانترنت بتاعك ممكن تطلع وتدخل السيشن عشان بيقطع من عندك شديد ما سامع عنك ايوه كده بس كده يجرب كده واصل شويه ايوه كده كيف ايوه كده كويس ايوه كده واضح كده مظبوط طيب الحمد لله كده واضح السلايد ذاته واضحه شير ايوه نعم نعم طيب جميل يلا عايزكم تعملوا اكسرسايز كده يا شباب اذا كان عندك قيمه الزد بتساوي 1.96 دكتور انور تمام باشمهندس انور اي سامعك كده يا دكتور طيب تدينا زمن ثاني كيف يعني الشباب دي اخذوا من زمن كثير والله انا عندي لسه حاجات اقولها يا اخي لا طوال انا بالنسبه لي هنا يعني انا قاعد شغال لي في ريسيرش بروبوزال سي وقاعد يعني ما في مشكله طيب يا شباب عايزكم توروني البروبابيلتي كم لما تكون قيمه الزد 1.9 شوف هذه من الجدول كم 0.4767 في جدول ما اعرف احسبها كيف 0.4 من الجدول ايوه 7 6 7
67 صح كلامه ده؟ 4750 ها؟ زول عنده قيمة تانية؟ 0.4750 ما ظاهر لنا عشان نقدر نشوف 0.4760 67 67 50 لا 4750 5-0 إذن مع الأغلبية نحن الديمقراطية يا أخوانا أيوة 4750 إذن الديمقراطية ما ظاهر لنا الجدول الجدول 4-5 إيه صح صح 5-0 أيوة تمام ممتازين يا سلام عليك أيوة. إذن المساحة دي 0.4750 ممتاز طيب السؤال أنا بتكلم عن بلس يعني من 0 ل 1.96 طيب أنا عايز ماينس سيم يعني عايز الكريه دي نفسها سيم نفسها بس أيوة نفسها لأنه جراف سيمتريك صح؟ صح طيب أنا عايز التوتال اريا اللي هي بلس أم ماينس 1.96 بعدين نعمل نجمعه من غير بس بلس وين نضرب في اثنين ايوه نضرب في اثنين بس نجمعهم يطلع كم 95% 0.95 ايوه 0.9 صح 5 تمام جميل ماشيين كويس نحن المساحه دي اللي 0.9 1.95 دي نحن بنسميها في الهايبوثيسيس تيستينج نسميها كونفيدنس ليفل تمام مساحه مستوى الثقه ماشيين عليها كويس طيب اللي هي الكونفيدنس ليفل هنا كم 95% 95% طيب المساحه الباقي منها بالاطراف دي بالتيلز دي يسميها سيجنيفيكانس ليفل طبعا دي انا بعتبركم ما عارفين حاجه بدي كلها كده من جديد يعني from scratch يعني كويس ايوه اللي هو significance level هنا 5% اللي هو موزع 2.5 هنا و2.5 هنا 2.5 هنا جميل هنا كويسين نجي بعدين بنجي نسمي دي حاجه اسمها non rejection region نسمي دي rejection region هنجي نشوفه بعدين هي عباره عن شنو ده طيب هديكم exercise الثانيه عندي انا الزد ديستريبيوشن ده بيعتمد على الالفا صح؟ ولا ما قريتكم؟ بيعتمد على الالفا صح ولا ما كده؟ صح الالفا اللي هي السيجنفكنس ليفل اللي بسميه الفا والكونفدنس ليفل بنسميه بي احيانا بنقول بي او 1 ماينس الفا طيب احنا الالفا ده اللي هو دي المساحه الباقيه من الجراف طيب طبعا عندكم عملوا معاكم هسه هنشوفوا مع بعض لاحظوا معايا الزد قيمتها بتتغير لما قيمه الالفا تتغير صح؟ صحيح يعني مثلا الالفا لو من كانت هنا 5% هي 0.25 هنا 0.25 فالان لاحظت لو قمت زدت الالفا هنا زدتها وزدت الالفا معناها اللاين ده بيجي كده معناها انا جيت هنا معناها الكونفدنس ذاته بيتغير ايوه لان قيمة الزيت تتغيرت صح؟ اذا الالفا لما تتغير قيمة الزيت تتغير تمام؟ اذا الزيت تعتمد على الالفا حسبناها دي؟ طيب ايوه طيب انا عندك الزيت سكور بلس ام ماينس 1.96 كونفدنس ليفل 95% الفا 5% البروبابيلتي اكسبريشن للالفا اسمها 0.05 سيجنفكنت ليفل ده percent expression وده probability expression سؤال كالآتي بالنسبة لكم انتم انا من الجدول بتاعي من الجدول عايز اعرف قيمة الزيت سكور عكسها لكم اذا الconfidence level بتاعي 90% طبعا لو confidence 90% الفا كم؟ الفا بالسنت 10% 5 5 0.01 0.1 طيب 0.1
طيب اون بوين اون صح ناس قالوا بوين اون طيب في ناس ثاني قالوا بوين اون في ناس قالوا بوين اون يلا نصوت شوف الديمقراطيه بوين اون بوين اون على الغربية لا بوين وان سوري بوين وان إذن الإجابة الصحيحة بوين وان بوين وان مثلا البروبيليتي بوين وان صح البروبيليتي اكسبريشن دي مهمة ليه لأنه بعدين لازم تعرف اللغة بتاعت البروبيليتي اكسبريشن دي كويس طبعا البرسنت اكسبريشن دي سهلة ما فيها حاجة إذن 0.1 عادل 10% طيب أنا عايزك الآن تحسب لي قيمة الزد لو كان الكونفيدنس 90% يعني نقسم 0.9 على 2 تدينا الاسبيس نشوفه في نص الجدول ونشوف القيمة الزد المقابلة لها رأيكم شنو في كلام طارق ده هي 0.9 على 2 0.45 في الجدول أنا تخصصي إحصاء لمبة إن شاء الله أسنى اعتمد عليه أو إحصاء صح إذا الكلام طارق صح صح دكتور نحن معنا صلحة ذاته معنا صلحة ذاته إحنا والله معنا صلحة يا دكتور طيب نحن كبدائيين صراحة ها حسين انه نحن بدائيين مع ناس الاحصاء اتخرجت 2004 والله ما شاء الله لكن بعد دافع ثاني اشتغلت في حاجات ثانيه يعني فهسه داير معاش معاش قال لك الدكتور هسه معاش عايز ترجع الماضي ها طيب هنا قلنا ال 1.96 ادتنا شنو ادتنا 95% انا قبل عملت شنو جبت واحده من الارياز وقمت ضربتها في اثنين المرة دي أنا ديتك التوتال اريا أنت مفروض تقسم على اثنين أنا هقسم على اثنين أيوة تقسم على اثنين وبعد ما تطلع البروبيليتي اللي هو في الجدول هتطلع لك كم المفروض 90% على اثنين هتطلع probability expression كم 0.4 ها كم يا اخوان 5.45 ايوه ارجع الجدول اشوف البروبيليتي دي بتقابلها مباشره في الجدول كم طب رجعنا للجدول يا دكتور عشان نربط ما بعرف الجدول ليه يا اخوان تعبتوني كده انا رسلته امبارح مخصوص 0.45 اللي هي حتى مشكله لا مش هتطلع 0.1736 5-0 أشوفه في الأريا بتاعك الـ probability عارف تانا دقيقة أنا حعمل لكم شيء تانا كده ما عارف ليه بتروح ما يفتل عن توب ما يفتل بلوك عليه كده الشير ظهر؟ ليه؟ ليه ما فتح؟ ما فتح الملف الجدول الجدول ظهر هنا؟ الجدول ما ظهر بس انت بتظهر. لا ما ظهر ظهر اللابتوب طيب هذا الجدول تمام اي مفتش على تقييم احنا نفتش على 0.450 في الاريز دي كلها بنفتش على شنو 0.450 شوف هنا 0.450 وين 1.4
هنا 1.6 طيب لما نشوف هنا حلقة 1.6 وأطلع فوق هنا حلقها 5 طيب. لأنها من 0 أيوة إذن معناها قيمة زد زد سكور هساوي 1.65 هرجع هنا للجدول حقي هنا. إذا معناها كويس زد سكور زد سكور هنا زد سكور 1.65 وهنا ال ليفل بي خلاص تمام. طيب عايز تحسب لي هنا زد سكور إذا كان الكونفيدنس ليفل 99% طبعاً إذا كان confidence level 99% ألفا 1% معليش الليلة معاكم شوية الموضوع ده متصل مع بعض لازم نخلصه عشان أنا متأكد لو خلصناه 80% من عودة الأحسن تحلت للناس probability level بيكون 0.01 طيب probability level هنا 0.01 صح 0.01 probability level هنا لو الألفا 0.01 أيوة 0.01 طيب هنا الزيت كم؟ الزيت معناه 2.4 exactly 2.58 طيب لاحظنا حاجة إنه كل ما الألفة قيمتها زادت كل ما قيمة زد ملا بتقل أيوة كل ما قيمة الألفة قلت قيمة زد بتزيد بتزيد أيوة طيب علاقة أيوة علاقة طيب أكيد طيب في واحد اسمه ستيودن إيش جاء بعد جاوز ده قال إنه لقى إنه البيانات لاحظوا معايا الستوري الجاي دي مهمة واحد اسمه ستيودنت قال والله إن البيانات دي بتتغير كل ما البيانات دي يعني حجمها قلة كل ما الجراف بتاع نورمال ديستريبيوشن بيتغير يعني قيمة الزيت بتتغير وفقا لشنو للتغير في الجراف يعني لما ناخذ عينات صغيره لقى انه الجراف ده صح كده طيب كل ما يزيد حجم العينات بيلقى الجراف بيمشي على شكل النورمال ديستريبيوشن فقام وصل لقاعده الستودنت وصل لقاعده شنو انه الديستريبيوشن بتاع البيانات بيتاثر بحجم المشاهدات يعني السامبل سايز
وبتأثر بقيمة ألفا. يعني في تو فاكتورز هنا بتأثر على شنو أو بتحدد الديستريبيوشن حقنا، ما فاكتور واحد، ما زي الزد. الزد بتحدد حجم العينة ذاته بيتغير، لما يتغير حجم العينة الديستريبيوشن شكله بيتغير، وبالتالي قيمة التيب بتتغير أو قيمة التوزيع بتتغير. فقام عمل توزيع اسمه student، شاروا حرف التي من اسمه وسموه على التي ديستريبيوشن. ده معاكم برضو في الصفحة الثانية. تي تيبل. الانترنت كونكشن فيه مشكلة. الصوت بيقطع. الصوت بيقطع. طيب. وصل لحاجة انه التي ده وصل لقاعدة انه كده سامعني؟ سامعني. طيب. طيب من وين؟ من هاتو حتة؟ من اختيار تي على حرف اسمه. ايوه على اسمه، لكن قبله سمعته؟ قبله سمعته. قبله سمعته نعم. طيب. يعني هو في النهاية عايز يثبت حاجة انه القيم بتاعت التي او قيمة الديستريبيوشن، طبعا تي ده زيه زي قيمة معيارية، قيمة معيارية يعني. كويس؟ انه قيمة التوزيع بتتأثر بحجم العينة والألفا. بالكونفيدنس ليفل برضه كويس. فيلا هنا قام عمل شنو؟ قام اللي احنا نعمله مع بعض هسه. احنا اذا كان العينه 20 عندكم الجدول الثاني تحت كويس، حجم العينه 20 والكونفيدنس ليفل بتاعنا 95% كويس، والالفا 5% طلع لي قيمه التي كم بيساوي في الجدول الثاني. بس ارفع شوية صعبة. اعمل لكم شير. two point oh eight six. طيب هنا طبعا ال N 20 مش كده؟ طيب هو في حاجه اسمها degree of freedom. طبعا هو يعني ال number of observation اللي هي اذا كان 20 معناها degree of freedom ناقص واحد، معناها 20 ناقص واحد 19. ايوه 19 اللي هي 2 كم؟ 2.93 صح؟ 093 ايوه 2.093 صح؟ 93 ايوه مظبوط. طيب لو كانت قيمة n انفينيتي، يعني قيمة n كبيرة جدا، لو كانت قيمة n كبيرة يعني مثلا كانت قيمة n 120 يعني انفينيتي 1.96. لاحظت حاجة؟ approximation للنورمال كل ما زاد السامبل سايز. أيوة كأنه قيمة التي بتساوي قيمة الزد لما تكون سامبل كبيرة. نفس السامبل بيساوي مع بعض. ماش؟ وبالتالي أصبح التي ديستريبيوشن ده يعني small size sample. أيوة more flexible rather than شنو؟ الزد ديستريبيوشن. الزد ديستريبيوشن عشان تقدر تطبق عليه لازم العين تكون حجمها كبير. كبير. ايوه لكن لو عندك حجم عينه قليل ممكن تستخدم ديستريبيوشن، وحتى لو حجم العينه كان كبير بتلقى انه التي هو نفس بيديك نفس الديستريبيوشن او القيم بتاعت زد، وبالتالي اصبح الزد ما عنده استخدام. ها؟ اصبح الزد شنو ما عنده قيمه. ما عنده استخدام.
ايوه ده رسل النقطه ثاني من قبيل. طيب وبالتالي بقت كل الاختبارات الموجوده في 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 ال جميع الاختبارات الموجوده في اللي اسمه شنو ده في في الستاتستيكال اناليسيس جميع الاختبارات شير كده واضح الشاشه واضحه واضح جميع الاختبارات بقت كلها يسموها تي ديستريبيوشن يعني ما في حي اسمها تي ما في حي اسمها زد لانه زد ابليكابل لشنو لكل الحالات توزيع تي اكثر مرونه ودقه من توزيع جميع الاختبارات لذلك كل الاختبارات اللي لاحظناها في في الاس بي اس بتلقى اسمها تي شنو تيست وان سامبل تي تيست اندبندنت سامبل تي تيست او بير سامبل تي تيست وهكذا واضح واضح يا شباب طيب دكتور بس لو وضحت لنا العلاقه بين اللي هو الان والديجري اوف فريدم طيب الان والديجري اوف فريدم طبعا الديجري اوف فريدم اللي هي في بالنسبه للتي ديستريبيوشن يساوي لك النمبر اوف اوبزرفيشن ماينس 1 اللي هي عدد المشاهدات ناقص 1 يعني مثلا لو انا عندي العينه بتاعتي مثلا الحجم العين 30 انا الديجري اوف فريدم بتاعتي حتكون 29 كويس من اقل من ال ايوه هي ال1 دي ال1 ال1 دي لانه المين او سوري هي اعتقد للالفا لانه في الفانكشن هنا عندك 2 فاكتور في الفانكشن هنا عندك 2 فاكتور يعني انت عندك التي بتعتمد على الـ بالتالي النمبر اوف اوبزرفيشن بتنقص 1 لانه عندك فاريبل هنا زي الالفا ده ما بيلو M minus 1 طيب انا ما اعرف عندي ثاني زي ربع ساعه كده اكملها ولا اكمل ولا اعمل شنو مريحكم يعني والله اذا ما عندك مشكله عادي نحن شخصيا ما عندي مشكله انا ما عندي مشكله كمل يا دكتور احنا كمان ما عندنا مشكله اكمل القصه كامله بالنسبه للناس وسلمها لهم كده عشان بكره نبدا حاجه جديده طيب احسن طيب الكلام ده بالنسبه له بالنسبه لاختبارات الفروض شنو يعني مثلا احنا عايزين نشوف بعدين هنشوف اختبارات الفروض هنشوف الوان سامبل تي تيست هنشوف الاندبندنت سامبل تي تيست وليه عرفنا سيلينا نستخدم التي تيست هنشوف النوبه والاختبارات الثانيه دي طيب نبدا بالوان سامبل تي تيست فكرته شنو فكرته انه النال هايبوثيسيس كويس انه انا بفترض انه المتوسط بتاع العينه بيساوي متوسط المجتمع كويس والنال هايبوثيسيس بتاعني لك انه الديفرنس ده كمز باي تشانس ديفرنس ميو كمز باي تشانس النال هايبوثيسيس الالتيرناتيف هايبوثيسيس انه الديفرنس بين اكس وميو كمز باي شنو باي فاكتور يعني ديفرنس ما جاي بالصدفه الانترفنشن اول حاجه المدروسه يعني ايوه بالضبط كده طيب طيب الكلام ده علاقته شنو بالهايبوثيسيس تيستينج ولا الاحصائيين بيقوموا بيقولوا النال هايبوثيسيس دي بنديها الاكسبتنس ريجون دي مساحه 95 كويس وهنا بيجي اقول والله فيل تو ريجكت اتش نوت شايف القرار بتاعنا يا طارق في الاتش نوت يعني القرار بيكون في الاتش نوت ما في الالتيرناتيف طيب الاريا في النص دكتور في حاجات كده انا ما فهمتها الا هسي معاك كويس تمام معنا ماشيين كويس وهنا الاكسبتنس ريجون دي الاكسبتنس اريا دي ليه سموها اكسبتنس اريا؟ عارفين ليه اكسبتنس؟ لانه في النال هايبوثيس انت ميو ما بتساوي لك اكس بار يعني هم بيتساوي هنا عشان كده هي اكسبتنس ليه؟ لانه ميو اصلا موجوده هنا في النص واكس بار
لما ما تكون بعيدة من بيو هنا لحد حد معين معناه أنت بتعمل acceptance للإكويجن الأولى. الإكس بار ما بعيدة من بيو. المسافة بتاعتها ما في دليل يثبت إنها بعيدة جدا. يعني هي قريبة منها. بالتالي دي acceptance. إذا كانت أقل منها أو أكثر منها. عشان كده سموه دي acceptance region. أما لو فاتت الحدة انت بتقول والله اكس بار دي تجاوزت الحد المسموح وقعدت ريجكشن. انا بعمل ريجكشن للنال ريجكشن ريجن للنال هاي بروسس. معناه هنا في هاي ديفرنس حصل الاكس بار بسبب فاكتورز لانه الديفرنس لحد هنا لحد النقطه دي ده ديفرنس باي تشانس. ممكن يكون بسبب السامبلينج كويس, ممكن يكون بسبب سامبل ايرور, ممكن يكون بسبب الاستيميشن باد استيميشن وكده. فبديك انت في الباد استيميشن لحد دي 95% كونفيدنس. اما بعد النقطه دي معناها الاكس بار تجاوز الحد المسموح وبالتالي اصبح دخل في الريجكشن ريجن بتعمل ريجكت للنال هايبوثيسيس. زي كده دي يسموها اكسبتنس ريجن كويس, دي يسموها ريجكشن وكان بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب ناخذ مثال رقمي في الحالة الأولى دي مثلا. مثال رقمي بس بسيط أثبت فيه مفاهيم معينة. المثال الرقمي بيقول شنو؟ بيقول لك مثلا لو عندك N بيساوي 150 وسيجما بيساوي 5 وX بار بيساوي 89 كويس؟ أنا هعمل شنو؟ هأرجع للديستريبيوشن بتاعي أحول القيم دي قيم معياريه نفس الفكره بتاعت الستاندرزيشن كويس. هاجي اقول والله ان دي تي بتاعتي عايز اشوف الفرق بين الميو اكس بار. طيب يعني الميو طبعا هنا كم كانت ميو, بس معلش هنا كان في المثال ادي ميو. يعني دبليو اتش او هنا بتقول انه والله المفروض الاستهلاك بتاع المويه يكون 86 لتر. ولما ناخذ العينه طلع 89. هل الديفرنس ده سيجنيفيكانت؟ يعني من السؤال هل يعتبر هذا المعدل مختلف جوهريا من المعدل الطبيعي؟ يعني الستاندر بتاعه 86 والفعلي بتاع السامبل 89. It is not significant. طيب هنشوفه سيجنيفيكانت ولا لا. طيب انا بجيب x بار ماينس ميو. هنا المرة دي ما قسمت على سيجما. لاحظوا معي هنا. لاحظ هنا في T standard value ما قسمت على سيجما. قسمت على شنو؟ على standard error. ليه standard error؟ لأنه أنا أجيب الديفرنس أنا في statistics. قبل لما كنت أجيب الديفرنس في values X مع ميو بقسم على standard deviation. لكن الآن بجيب difference في statistics اللي هي X bar وميو. معناها الفاريشن بقيسه بالستاندر ايرور. نتذكر المعادله اللي تكلمنا عنها يوم ده اس اوفر سكوير روت اوف ان بتمثل الستاندر ايرور. طيب جيت عملت العمليه دي طلع لي الديفرنس 89 ناقص 86 ب 3 كويس. ان اللي هو الستاندر سيجما 5 وان 120 طلع لي الناتج 0.408 يساوي 7.3. طيب انا داير اشوف هل القيمه دي far away من الستاندر فاليو من الكونفيدنس ليفل حقي. طبعا الكونفيدنس ليفل 95% حسبناه قبل في التي بيساوي 1.96 هي نفسها بتاعت الزد. المسافه دي لحد هنا 1.96. طيب في فريق طبعا دي بيسموها تي سكور او تي تابيوليتد. طيب الحسبناها هنا دي بسموها تي كالكيوليتد. طيب ال 7.3 طبعا اكبر من 1.96 وقعت هنا. وقعت في الريجكشن ريجن. ممتاز بالضبط كده. وبالتالي التي ستار طلعت اكبر من التي تاب. طالما وقعت في الريجكشن ريجن قرارنا حيكون شنو؟ ريجكت النل هايبوث. حنرفض فرض العدم. اوكي طيب هنيجي نشوف الفروض حقتنا شكلها كيف. معلش انا المفروض ارتب الهنايه دي.
ده فرض العدم حقي انه اكس وميو ما بتساوي. انا رفضت الفرض ده، معناها مستوى استهلاك المياه او اكس بار نوت ايكوال ميو او ميو نوت ايكوال اكس بار، معناها الاستهلاك بتاع المويه تجاوز الحد المسموح. واضح؟ لما انا نعمل ريجكشن ريجيون معناها في فاكتورز بيهايند الديفرنس، معناها هنا الديفرنس ده فيري هاي، وبالتالي انا هارفض فرض العدم واعمل ريجكت للنال هايبوثيس لانه وقع في ريجكشن ريجيون. التقييمه بتاعتي الستار وقع في ريجكشن ريجيون. طيب دي الحاله الاولى. شوف الحاله الثانيه بس معلش. الحاله الثانيه نفس المثال، عندي ان 150 سيجما 20 اكس بار 89 كويس، التي تاب 1.96 ثابته، تي كالكوليتد 3 على 1.63 يصبح 1.84. طيب لاحظ معي هنا في الحاله الثانيه نفس المثال بس غيرت السيجما بالمناسبه، غيرت في السيجما. لاحظ السيجما هنا كانت 5، هنا السيجما كم؟ 20. الساندر ايرور زاد صح؟ سامبلنج ايرور ماله؟ زاد. سامبلنج ايرور زاد تمام. طيب حاجه اشوف القيمه بتاعتي، انا عندي الاكسبتنس ريجن لحد هنا، لقيت القيمه بتاعتي وقعت في الاكسبتنس ريجن او في الاكسبتنس اريا، اعمل اكسبت للنال هايبوثيسس. ايوه بالتالي اذا كانت تي ستار دائما ليس ذان تي تاب، طبعا دي طريقه قديمه وهنشوف احنا، بس انا اربط لكم المنطق بتاع. طيب هنا هعمل اكسبت للنال هايبوثيسس. طيب انا عملت اكسبت للنال هايبوثيسس معناه هنا ما عندي ايفيدنس، ريجكتنج للنال هايبوثيسس بيقولوا كده، يبقى نو فاكتورز افكت، الاثر بتاع الفاكتورز ما ظاهر، معناها انا ما عندي ايفيدنس عشان اثبت انه في ديفرنس بتاع المويه. اما في الحاله الاولى ظهر عندي الديفرنس بالرغم من انه الديفرنس كم؟ 3 لتر بس في الحاله الاولى. تمام، هنا الديفرنس كم باي شانس؟ هنا عمل اكسبت للنال هايبوثيسيس. ماشيين كويس جدا احنا. اذا درست الشرح انا ذكرته قبل شويه، عايز اجيب لكم البي فاليو هنا خلاص لنختم المحاضره. طيب ركزوا معي الان في الحاله الاولى، الحاله الاولى المساحه behind تي ستار بتمثل الفا. يزول بيقول حاجه المساحه دي هي الفا، ليه؟ لانه دي الكونفيدنس ليفل او دي الكونفيدنس اريا، ما هي واحده بيجي تمام 1.96 ماينس دي الكونفيدنس صح؟ اذا دي الفا، الجزء الباقي ده الالفا اللي هي 0.95 اللي هي 0.05 سوري. طيب ودي ريجكشن ريجون. طيب هنا اذا 1.96 هنا في الحاله الثانيه 1.96 معناها الفا هذه المسافه دي او المساحه دي صح؟ المساحه دي كلها كونفيدنس ليفل او اكسبتنس ريجون. ماشيين كويس؟ حاجينا كويس؟ طيب وصلوا الاحصائيين لنتيجه انه نحن بدل ما نقارن سكور ويز سكور، يعني بدل ما نقارن سكور ويز سكور زي هنا، نقارن سكور تي سكور مع تي تاب سكور تي كالكوليتد سكور، دائما نقارن بروبيليتي مع بروبيليتي، لانه انا عشان احسب عشان اجيب التي معناها محتاج للجدول يكون معي جدول عشان اقول والله المسافه دي بتساوي كده، لانه دي بحسبها بيدي عادي، بجي اقول دي والله اكبر من دي خلاص معناها انا في الريجكشن ريف. هنا بجي اقول والله مثلا التي طبعا قيمتها بتتغير كل ما تغيرت البيانات التي بتتغير قيمتها. فقال احنا بدل ما نستخدم او نقارن سكور ويز سكور ما نقارن بروبيليتي ويز بروبيليتي. كيف؟ اذا احنا عندنا الالفا هي البروبيليتي بتاعت التي شنو؟ تاب تي تاب يوريتد يعني. زي الالفا بتمثل البروبابيلتي بتاعت التي جدوليه. طيب ما نحن ممكن نطلع بروبابيلتي للتي شنو؟ كالكوليتد كالكوليتد ايوه نطلع بروبابيلتي للتي كالكوليتد نسميها بروبابيلتي او بي فاليو او نسميها بروبابيلتي فاليو. وباي لوجيك باللوجيك البسيط جدا لانه اصلا باي ذا بوك هنا عندنا التي
calculated وضع اصلا في rejection region, بالتالي قرارنا اصلا rejected اذا كانت ال p value اللي هي الاريا behind t star او t tab t calculated الاريا اذا كانت اصغر من الفا ما نعمل ريجكت لان الهايبوثيسيس, لانه اصلا احنا الاستاتستيك بتاعنا حسبناه في ريجكشن ريجون. والعكس هنا موجود, نفس المثال نفس الفكره ونفس المنطق. البي فاليو عباره عن الاريا بيهايند التي كالكوليتد فاليو, ودي الالفا صغير قليل. طيب اذا كانت البي فاليو اكبر من نحن هنعمل اكسبت للنال هايبوثيسيس, لانه اصلا الاستاتستيك بتاعتنا واقعه في الاكسبتنس ريجون, لانه الاستاتستيك بتاعتنا اللي حسبناها للتي اصلا قاعده في الاكسبتنس ريجون. وبالتالي بصوا للقاعده دي, انه اذا كانت البي فاليو لزان الالفا انت هتعمل ريجكت للنال هايبوثيسيس, واذا كانت بي فاليو اكبر من الالفا هتعمل ريجكت اكسبت للنال هايبوثيسيس. وانا كنت بقول يعني عندي عبارة بقول p value is low null hypothesis will go rejected, يعني إذا كانت p value صغيرة معناها rejected, وده اللوجيك بتاعها. إذن p value عبارة عن ال area behind t star t calculated اللي أنا بحسبها كويس, المساحة المسافة اللي وراها دي هي عبارة عن ال probability value. وبالتالي بقت في الحالة الأولى زي ما ذكرنا قبل شوية p value less than alpha factors او difference comes by factors, والحاله الثانيه الحاله الاولى سوري والحاله الثانيه p value greater than alpha معناها difference comes by chance. by chance يعني by sampling error كويس, by error of bias any error يعني ممكن يكون شنو يعني خارج out of control, ما تقدر انت تحكم فيه او ما عندك دليل تقدر تثبت به تاثير العوامل, يعني زي no evidence في الحالة دي يعني. واضح بكرة حالي نعمل التطبيقات في الاختبارات بعد ما عملنا المقدمة الطويلة دي. وفي سؤال عندي سؤال. أيوة. أنا عندي سؤال في مرات ناس خدتوا كطف للتي فاليو. أيوة. إنه اثنين. خدت لك إنه اثنين كبنش مارك للتي. يعني ما تمشي. سؤال سمح والله. صح. لا ما أعرف أنا المنطق شنو صراحة. المنطق انه 95% كونفيدنس, 95% كونفيدنس تديك دائما 1.96 اللي هي 2 يعني 1.96 دي 2 تقريبا صح؟ اي بس ده المنطق, يعني هم دائما يعتبروا البنش مارك بتاعتهم 2 وبيجي يقارن انت بدل ما هو يقارن. طبعا دي طريقه قديمه واسئله عملتها في بيبر ما في بيقبلها منك اللي هي انك تعمل 2 مش؟ ما بقت ما موجوده. انت خدت التي تاب هي 2 كويس, وبتجي تعمل التي ستار تقارن بالتي ستار والتي ستار تقارن بالاثنين. طبعا نفس القيمه دي مثلا للتي ستار تي كالكوليتد يعني اصغر من 2, بالتالي في الاكسبتنس ريجون صح, وبالتالي بتعمل اكسبت. لكن الطريقه العلميه انك تقارن probability with probability. probability with probability باعتبار انه الالفا probability والبي فاليو بروبابيلتي. بكره حنعمل تطبيقات على المثال حقنا اللي اخذناه امبارح نزلناه. طيب سؤال ثاني. جدا. في البحوث بتتخطى دائما قيمه البي فاليو, لكن هل الالفا بروبابيلتي دي بتكون برضو موجوده في البحوث عشان انا اقدر تكمبير, ولا انا بس اي ويل تيك اونلي ذا بي فاليو اند اي ويل سي اف ات از ذا ريسيرش از جود اور نو. سؤالك واضح. اصلا الالفا دي معروفه باي ذا بوك عند الباحثين انها 0.05 خلاص جيفن, دي خلاص يعني جيفن هي 0.05 خلاص. انت بتجي تشوف البي فاليو اللي بتتغير عندك انت حسب البيانات حقتك وبتجي تقارنها مع 0.05 كويس. طبعا ال 0.05 اذا كان الكونفدنس ليفل بتاعك 95% ممكن تكون 0.01 اذا كان الكونفدنس ليفل بتاعك 90%, ممكن تكون بذاتها الفحصات الطبيه فيها السنسيتيفيتي عالي جدا وفيها الريسك عالي, يفضل انه الكونفيدنس يكون 99% وتكون الفا 0.01
دائما في مسائل اللي فيها ريسك عالي فيها مسائل سنسيتيف يعني دائما مفروض الكونفيدنس يكون عالي والالفة تكون قليلة. لكن في اغلب البحوث التجارية والمالية حتى في المجال الطبي بيعتمدوا 95% كونفيدنس الفا 0.05 او 5%. فهي اصلا بيكون عندك انت في ذهنك 0.05 بتقارن الفا معاها. سؤال ثالث؟ سؤال؟ والله ما سؤال يا دكتور بس هو شكرا لك يعني. يدوب افهم الكلام هنا يعني لما كانوا بيناقشوني بالحته دي ما كنت افهمه الصراحه هم بيناقشوني في شنو بي فاليو والارتباط والكلام ده يدوب حلو والله ممتاز فشكرا لك يعني شكرا لكم انتم والله. طيب انا في منطق ده اثبت لكم يا اخوانا واثبته عندكم هي ليه المسافه دي اكسبتنس اريا لانه ده الحد اللي انا بفترضه انه المتوسط طبعا المتوسط بتاع البوبوليشن ما هنا او اي متوسط انت بتقارن بيه ما ده المتوسط بتاع البوبوليشن اذا المتوسط بتاع التجربه بتاعك تجاوز هذا الحد ما هي دي اكسبتنس يعني شنو يعني انت بتفترض ان هم الاثنين مع بعض يساووا هنا في المسافه دي اذا المتوسط بتاع طالما هم بيتساووا معناه اكسبت ذا نل هايبوس ما هم بيتساووا إذا المتوسط بتاع التجربة تجاوز الحد خش في الريجكشن اريا يعني أنت لحد هنا خلاص بعد كده أنت بتفترض إنه في فاكتورز خلت المتوسط بتاع التجربة يتجاوز الحد لذلك أنت بتعمل ريجكت للنل هايبوثيسيس عشان كده دي ريجكشن اريا ودي اكسبتنس اريا دي بشوف المنطق ده لو ظبط يعني ثبت عندكم خلاص كل الاختبارات دي تبقى عندكم مفهومه ما بتحفظوها يعني في ناس يحفظوا لك في بالي دي حبس تيجي تلخبطهم بعدين في النهايه لكن ده المنطق بتاعه يعني هم مربوطه بالمنطق ده. معلش انا الليله طولت عليكم لكن عارف الموضوع ده انا مهم جدا متاكد انا عارفه مهم كيف اهميه لانه بيفتح لكم ايوه افاق في فهم الحاجات كثيره في الاحصاء. طبعا كل الديستريبيوشنز الثانيه اللي ذكرناها قبل اللي كلها بتعتمد على نفس القاعده يعني بي بي فاليو هي عباره عن الجبنه كويس عمل بها اي ديستريبيوشن اي اختبار يعني نفس اللغه كويس موجوده في اي اختبار في اي ديستريبيوشن كويس. سؤال تاني ولا خلاص نختم؟ لا داريا أيوة والله انا ما عاوز اسبق الاحداث خلينا لحد ما ننتهي شوف لا بس انا بسيدنا اسئلتك والله يقول لا بس لانه انا دخلت كورس تاع كلينيكال ريسيرش طيب فهو كان بيتكلم عن انه يعني احنا في الكلينيكال ريسيرشز ما بنعايل للسيجنيفيكانت ستاتستيكال سيجنيفيكانت بل بنعين أكثر للكلينيكال امبورتنس للكلينيكال جادجمنت يعني ممكن يكون الريزلت حقتي statistically not significant صح لكن أنا من ناحية بتاعت كلينيكال جادجمنت أو كلينيكال امبورتنس أمشي الموضوع بتاعي لأنه أنا بكون عندي اعتبارات أخرى للموضوع يعني كلام صحيح. فهو الكورس صراحة كان طويل وكان انتنسيف وأنا ما كنت متفرغة عشان أقراه ف طيب أنا أوريك ليه قالوا لك أربطه مع بعض أو طيب أوريك ليه قالوا لك كده لأنه لو كان في significant في التست في significant results معناه أنت الكير بتاعك في الخدمة اللي هتقدمها بتكون أعلى من أول لكن لما ما يكون في significant results ما معناها النتيجة دي ما موجودة ممكن يكون مشكلة في السامبلينج ناس وبالتالي الديفرنس هنا ممكن يكون جاء comes by chance يعني خلاص فهمت ايوه يعني بالتالي يعني لكن لما يكون في significant يعني في حاجه اسمها type 1 error type 2 error يس يس هو عشان ما تكوميت type 1 error لو ما جاته significant برضه بيعمل كير للحياه وبيستغل بنفس الشغل وبنفس الاجراءات حقته كويس عشان شنو هنا ما تكوميت التايب 1 ايرور ايوه بمنطق انه it's better to act
even wrongly من انك انت ما تاخذ اي اكشن. بالضبط كده ايوه, عشان ما يكون في ايرور في الاجراء بتاعها. ايوه يعني هي, لكن الفكره, لكن لو طلع السيجنيفيكانت ان هاي هنا بالعكس بيكون في انتنسيف يعني كير للحاجه اكثر من اول كده. يعني مثلا انا لو لقيت, يعني مثلا اديك مثال بسيط في حاله يا دكتور, يا ريت لو تعيد لنا من الحته بتاعه الاكسبتنس ريجون دي ثاني. طيب اكسبتنس ريجون ايوه هنا ده طيب ما طيب ده مش المتوسط على الستاندرد بتاعنا هنا ظاهر قدامي. ايوه طيب انت بتدي مساحه للمتوسط بتاع السامبل حقتك بتاع التجربه يعني لحد هنا. يعني مثلا اديك مثال بسيط, ولا اديك مثال, يعني مثلا القوارير بتاعت المويه دي, القاروره الصغيره دي عبوتها 300 ملي صح؟ معاي انت؟ معاك هاي. طيب هل بتجزم انه اي قاروره تطلع من المصنع العبوه اللي فيها 300 ملي بالضبط؟ لا ده مش الستاندرد طبعا. انت الستاندرد بتاعك بتاع الانتاج انه 300 ملي, فممكن في عبوات تطلع اقل من 300 ملي, في عبوات اكثر من 300 ملي. خلاص يبقى انت حتقومي تعملي كونفيدنس. ايوه تعملي كونفيدنس انترفال, يعني تعملي حد معين بمستوى ثقه معينه انت بتقبلي فيه اكسبتد تشيب اكسبتنس, بتقبلي فيه الانتاج حقك. طيب تقبلي فيه الانتاج حقك ديفينتلي, لانه قلت لك هنا في كومون ايرور دائما بيحصل, ممكن يكون من المكنه, ممكن يكون من يعني يكون من الداتا بتاعتك. طيب لا يعني سوري مش من المكنه, المكنه ما فاكتر, يكون من الداتا يعني سامبلينج ايرور. طيب اذا قام المتوسط ده جاوز الحد ده, معناه انت بتعمل الريجكت لشنو؟ للمنتج, للمتوسط ده بتاع العينه حقتك طلع اقل او اكثر, حتى لو اكثر من المطلوب او اكثر من الجزء المحدد, فانت خشيتي في ريجكشن ريجون حتى للانتاج حقك انت, لانه هنا حيكلف اكثر, التكلفه بتكون عاليه هنا. او لو بقى اقل من هنا برضه بيعمل لك تكلفه, لانه حيقول لك انت تدينا منتج كميته قليله من الستاندرد, بالتالي من ناحيه جوده حيكلفك, يدفع فيك قضايا ويدفعوك تكلفه. فانت عندك حد مسموح, ده الحد المسموح اللي بيسموه الاكسبتنس اريا, المسافه دي ليه بتكون 95% 90% وات سويفر. قبل شوي احنا ما طبقنا عليها شفناها ممكن تتغير كيف. خلاص دي اسمها ريجكشن, الجزء الباقي ده اسمه ريجكشن وده اسمه اكسبتنس. ان شاء الله كده وضحت لك, لانه هو عباره عن المتوسط على العينه مقارنه بمتوسط الستاندر حقك البوبوليشن يعني. ايوه عشان كده يسموها اكسبتنس ريجون, اكسبتنس للنال هايبوثيسس, لانه النال هايبوثيسس هي شنو؟ زي ار ايكوالز, شايفه؟ زي ار ايكوالز, انت اسيوم انه نو ديفرنس. سؤال ثاني ولا نختم؟ سهرنا الليله بشمهندس انور يا اخي. شكرا لك كثير. الله يديهم العافيه يا انور, ده مو قصه. احنا حياد ليها سنين دارين نفهم الليله فهمناها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليكم. بكره كمان ان شاء الله ما نطبق كمان في الحاجات دي, عندنا كلام كثير برضه بنقوله يعني. والله يا دكتور اصلا مثلا القيمه المعياريه دي اللي نزلت دي انا كنت بشتغلها في الدبي يعني, لكن مفتكر انه انا فاهمها قبل 2016 اتضح لي انه انا ما كنت فهمتها. اسي مع شرحك اتضح لي انه الفهم بتاع 2016 ده انا ما كنت فاهم. نشكرك يا دكتور في البي فاليو وسيجنيفيكانت وما سيجنيفيكانت دي انعصرت شديد في الدسكشن بتاع الماجستير يعني, يا دوب برضه وقعت لي الحاجه دي. تمام يلا معناها في الدكتور كلنا نفس الشيء يعني, معناها في الدكتوراه ان شاء الله. ايوه احنا نسمع خبرات ما فاهمين صراحه وسباب مهمه شديده الحياه دي. ايوه ما شاء الله, شكرا لك كثير صراحه. انا اليوم استمتعت جدا.
برغم السهرة دي؟ أي والله رغم الفترة أنا بشتغل الحزب على فكرة لايف الصباح من 9 صباحا لحد 2 ظهر تجهيزات وفصول وعيال صغار وكذا لكن الظهور طيبة إن شاء الله إن شاء الله ربنا أيوة والله يا دكتور الأجمل إنه إحنا حاسين إنه أنت لما تدرس بتستمتع بإنك بتدرس فينا صح صحيح بالضبط كده وبتحس بسعادة بتحس بسعادة لما أنت تكون سعيد لأنك وصلت معلومة وتفرح لما الطالب يفهم صح والله نشكرك فعلا ده حاجة فيه أنا لأنه عارف إنه في أسرار في الحاجات دي مخفية على الناس وفي طلاسم أنا بحاول قدر الحياة اللي بفهمها أوصل للناس يعني ما قصرت جزاك الله خير جزاك الله خير ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب يلا مع السلامه في اوصل الباي ستاتستيك والله الرجال يشتغل ساي بدل انه يكون فاهم الديتيلز اللي بيقول عليها مهمه الديتيلز جزاك الله خير يا دكتور منتظرين بس الماده عشان نراجع بكره حاضر حاضر ان شاء الله تسلم كثير يا دكتور كثر خيرك انا طبعا رضاب كنت شغالة في الامتزيت والحاجات دي شغالة بالطريقة التيم اللي هي 1 minus the total area under case of 1-1 community to the left watch أطرح من 1 كده يعني لكن حالياً لقيت دي طريقة أسهل فصراحة يستيل بندرسها للطالبات بالطريقة القديمة فأنا جديدة معك هيك وعندي تغييرات فتسلم كثير سلام جميل كثيرة بسنة يعني دركات كورونا في كل نحن منحة. شكرا دكتور. هذين البيتين بتاعنا الشعر الأخيرات دي العجيبات. فيفاليو شو؟ هاي نال هابسس بيل جو. فيفاليو هاي نال هابسس بيل فلاي. بالله لكن ليش أنا كتبت؟ طبعا الطريقة دي يعني طريقة صراحة قديمة يعني كمان الألفية مثلا بتاعت الإمام مالك برضو الألفية دي بالمناسبة فيها علم فالطريقة بتاعت الشعر دي طريقة برضو بتثبت المعلومات كويس أيوة صحيح بالضبط أنا مرات لما ننساها بقوم بتذكر في بالي اللغة هاي بس لكن يا طارق بجد يعني كنت عايز اتكلم معك بس انا برا الهواء لكن ما في مشكله هاي بس عندي احساس كده انت ممكن تعمل حاجه قصدي عندك ديستريبيوشن جديد حقك كده لا لا ما للدرجه يا وصلتنا اتعلم منك لكن والله انا عايز استفيد منك كثير صراحه واسي انا بقيت مشوق جدا للكورس الادفانس الثاني يا دكتور الو معك يا طارق قلت لك انا هسي بقيت مشوق جدا للكورس الثاني الادفانس جدا والله كلنا انا ذاتي برضو يعني شباب ما شاء الله يعني مجموعه مميزه والله هاي نتفهم معاك نشوف الواحد كيف ممكن يطور نفسه كيف ممكن يمشي لقدام وكذا الناس ما بيجوا مع بعض ان شاء الله مع بعض ان شاء الله الباش مهندس زوين انور ده بابا انور نعم شكل الدكتور السلام عليكم ايوه وينك يا اخي انا والله قاعد وشغال لي في شغل بيجي موطي الصوت عشان كده ما سامعكم ان شاء الله انتم طيبين كلكم سهرنا بكثير يا اخي لا يا اخي ما في عوج يا اخي الواحد يتمنى خدمتكم والله ان شاء الله موفقين دائما شكرا لك يا ريس جزاكم الله خير يعطيكم العافيه خلاص ممكن لك يا دكتور انور الله يسلمك والله يجزيكم خير ان شاء الله موفقين شكرا لك يا دكتور انور ودكتور اياس جزاكم الله خير اياكم ان شاء الله شكرا كبير اللينك اللي ارسلته لنا بتاع التسجيل للكورس الثاني ده بتاع التحليل الاقتصاديات بتاع البترول دي اللينك ده ما انتهيت خلاص نوقف الفيسبوك لايف اي وقف اي اوكي ليش مشينا في حاجه ثانيه معلش طيب نوقف الريكوردينج هنا برضو